السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرة الماضية عن الأسفلت كومباكشن. نأخذ الجزء الثاني من بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بحدل أو رص الطرق الأسفلتية. هناك بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بالحادلات المستخدمة في حدل الأسفلت. طبعاً معظم الحادلات الحديثة حالياً المستخدمة في رص أو حدل الطرق الأسفلتية تكون مجهزة بأجهزة الـ GPS الـ Global Positioning System، وهي أجهزة تحديد الموقع موقع الحادلة، وتكون مجهزة أيضاً بأدوات لقياس الكثافة ودرجة الحرارة للطبقة المفروشة أثناء الحدل. كما أن هناك أيضاً في الحادلات الحديثة شاشات عرض ملونة تعطي معلومات إضافية حول المناطق التي تحتاج إلى حدل إضافي لغرض تغطيتها بمرور الحادلات بصورة أكبر، يعني عمل باسز أكثر على اللينز اللي تحتاج إلى حدل أكثر، أو بمعرفة المناطق التي حدلت أكثر من اللازم، يعني صارت أوفر كومباكشن لغرض إيقاف الحدل عليها فورا، لأنه مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الماضية الحدل الزائد كالحدل الناقص، يعني مضرين. هناك حدل مناسب ضمن حدود معينة ينبغي أن نبحث عليه وأن نعرفه بحدوده، ولهذا هذه الشاشات الحديثة هي شاشات كمبيوترايزد ملونة موجودة في الحادلات الحديثة، ممكن أن تعطينا كل هذه المعلومات لغرض معرفة المناطق التي تحتاج إلى حدل أو المناطق التي حدلت بشكل أكبر لإيقاف الحدل عليها. هذه الأجهزة المرفقة بالحادلات الحديثة والمستخدمة حالياً في عملية الحدل تعرف بتقنية الحدل الذكي Intelligent Compaction، ويختصروها بIC. هذه إذن شغلة مهمة جداً حالياً في العالم، طريقة الحدل أو تقنية الحدل الذكي Intelligent Compaction هي السائدة، واللي هي مثل ما ذكرنا عبارة عن حادلات الشكل العام، الحادلة شوفوا نفس الشكل للحادلات الاعتيادية القديمة، ولكنها مجهزة بأجهزة حديثة تساعد على عملية الحدل بصورة ذكية، بحيث نحصل على أعلى درجة من كفاءة الحدل بأقل جهد وبكفاءة عالية عن طريق استخدام أجهزة GPS اللي هي متصلة بالأقمار الصناعية لمعرفة الليفل ومنسوب الطبقة بشكل دقيق، وموجود الأجهزة أو الشاشات الملونة اللي بها حساسات نقدر نعرف بواسطتها المناطق اللي تحتاج حدل أو اللي حدلت بشكل أكبر للابتعاد عن الحدل الزائد عليها. هذه التقنية تسمى تقنية Intelligent Compaction، يختصروها بIC، تقنية من التقنيات المهمة. كذلك على العموم الحادلات الخفيفة سواء كانت من نوع الاسطوانية الملساء الستيل ويل درولر أو ذات الإطارات اللي سميناها النيوماتيك تاير درولر، تستخدم لحدل الطبقات ذات السمك القليل اللي يكون أقل من 4 سنتيمتر. فإذا الطبقات اللي تكون ثين يعني رقيقة نستخدم دائما بها حادلات خفيفة أوزان خفيفة، والحادلات الثقيلة تستخدم لحدل الطبقات اللي سمكها يكون أعلى. أما الحادلات الهزازة البيا فايبريشن فهذه فقط تستخدم لحدل الطبقات الأسفلتية اللي سمكها أعلى من 5 سنتيمتر. انتبه على هذه الملاحظة، دائما الهزازات حادلات اللي بيها هزاز لا تستخدم للطبقات النحيفة أو الرقيقة، تستخدم للطبقات السميكة اللي السمك مالتها أكثر من 5 سنتيمتر. حادلات المطاطية طبعاً للنيوماتيك تاير درولر تكون مفيدة جداً وكفوءة جداً لحدل طبقات الأسفلت الرقيقة والرقيقة جداً،
thin layers، وتكون أيضا كفوءة في الحد الابتدائي اللي سميناه البريك داون أو يسموه البرايمري كومباكشن، خاصة بطبقات الإكساء. يعني مرات إحنا نسوي عملية تعديل للسطح الطريق، نسوي له عملية أوفرلاي يسموه إكساء. طبقات الإكساء دائما تكون طبقات رقيقة، ممكن استخدام الحادلات المطاطية فيها، أو مرات تستخدم لطبقات التسوية بالسطوح غير المستوية، يعني سطوح بها انخفاضات وارتفاعات. فلتعديل هذا السطح قبل فرش الطبقة الجديدة يتم استخدام ما يسمى طبقات تسوية حتى تعدل السطح فقط. هذه طبقات التسوية ممكن استخدام الحادلات المطاطية فيها أيضا. وجد أيضا أن الحادلات المطاطية تكون مفيدة في إلغاء الشقوق الشعرية اللي تظهر على سطح الإنهاء عند إنجاز الحدل بدرجات حرارة أقل من الدرجات المسموحة. مرات تظهر شقوق سموها شقوق شعرية hairlines، هذه الشقوق ممكن حقيقة أن نلغيها أو نوقفها باستخدام الحادلات المطاطية. أما بالطبقات السميكة فإن نظام الحدل النموذجي يتألف حقيقة من استخدام حادلة هزازة للحدل الأولي، خاصة بالطبقات السميكة الكلام، بالطبقات السميكة thick mats. فأول شيء ممكن نستخدم بها الحادلة الهزازة للحدل الأولي، ممكن أن يتبعها أيضا حادلة هزازة أو حادلة إطارات مطاطية للحدل الوسطي intermediate compaction. أما الحدل النهائي الفاينل فيمكن استخدام حادلة اسطوانية ملساء طبعا بدون استخدام الهزاز فيها. هذه بعض الملاحظات المهمة العامة حقيقة، ملاحظات عامة للطبقات سواء كان السميكة أو طبقات رقيقة وكيف ممكن نستخدم الحادلات فيها. طبعا تشوفون في هذه الصور ما تكلمنا عنه قبل قليل بتقنية الحدل الذكي أو الانتليجنت كومباكشن، فيها حقيقة الحادلات الشكل العام مالتها هي حادلة اعتيادية لكن تكون مزودة بأجهزة ومعدات تسهل عملية الحدل. من هذه الأجهزة مثل لاحظ تشوف ريسيفرات، يعني تشابه شلون الريسيفر المستخدم مثلا بالتلفزيونات أو بالديش أو ما شابه، لكن من نوعية خاصة لأن هذا ممكن يتصل بالقمر الصناعي. شاشات، لاحظ شاشات ملونة مثل شاشات الحاسبة، شاشات حاسوبية، يعني الكومباكتر أو الرولر يكون مسيطر عليها كمبيوترايزد. أيضا مزودة لاحظ من الأمام بحساسات، حساسات للأشعة الإنفراريد، الأشعة تحت الحمراء، لأنه هذه ممكن أن تقيس لنا درجات الحرارة مال الطبقة اللي قد نحدلها، وهل درجة الحرارة تكون مناسبة للحدل لو احنا متجاوزيها، لو درجة الحرارة مال الطبقة كن بردت بحيث ممكن ما تاخذ حدل، فهي امر كلش مهم. ايضا بها مزودة يم الدواليب مالتها باكسلوريميتر اللي هي كلها معجلات، بحيث مرات ممكن السيطر على السرعة مال الحادلة بزيادة او تقليل السرعة بحيث تكون الحدل مناسب وكفوء جدا للطبقة المحدولة. كذلك تلاحظ مثلا في هذه الصور الأخرى أيضا نفس المفهوم للحدل الذكي للشاشات الملونة، وأيضا أنظمة الجي بي اس ريسيفر المستلمات من الجي بي اس اللي موجودة تكون على الحادلة واللي ممكن تتصل بالقمر الصناعي، وحساسات الأشعة اللي ممكن تقيس لنا درجة حرارة الطبقة بصورة مباشرة أوتوماتيكية، يعني الحادلة هي وقد تمشي فوق الطبقة اللي قد تحدلها رأساً تقيس لك درجة الحرارة مالتها بدون استخدام ثرموميتر أو مقاييس حرارة من النوع التقليدي اللي تكلمنا عنه. وهذه كذلك أيضاً تلاحظ هنا في هذا الأمر، لاحظ متصلة بالستلايت بصورة مباشرة بالأقمار الصناعية اللي تدور حول الأرض بحيث تقدر تعطيك الوزن الصحيح مال الطبقة، تقدر تعطيك الاسلوب سواء بالاتجاه الطولي أو الاتجاه العرضي، بحيث تعطيك طبقة خلينا نقول مثل المرآة، طبقة ذات وزن دقيق صحيح مثل المرآة، تسوي لها عملية حدل كفوء بأقل ما يمكن من الباسز لمرور الحادلات. كذلك عندك هذه حادلة أيضا أخرى من الحادلات الذكية اللي بيها معدات تقدر يعني تطلع عليها، وهناك حقيقة يعني أشكال كثيرة جدا ولشركات مختلفة جدا. المبدأ مالتها كله واحد،
أنه كمبيوترايز شاشات ملونة متصلة بحساسات من الأمام ومن الخلف وريسيفرات تتصل بالأقمار الصناعية لغرض تحديد الحدل الذكي الكفوء بأقل ما يمكن من الباسز للحادلة. لاحظ هذه أيضا حادلة أخرى حتى بها ميموري، بها ذاكرة داخلية، بها ميموري كار، بها USB، بحيث تقدر تنطيك لاحظ شاشة برنامج حاسوبي متكامل للباسز اللي يسويها الحادلة على اللينز. وكل واحدة لاحظ الألوان هاي كلهم ينطيك درجة الحرارة مع الطبقة، الطبقة اللي انحدلت مثلا وبرد درجة حرارتها، أو اللي بعدها درجة حرارة دافئة أو درجة حرارة عالية، وهل درجة الحرارة مناسبة للحدل أم لا في كل هذه الأحوال. لاحظ هذه أيضا، لاحظ هذه الباسز أو عدد الممرات اللي قد تمشي بها الحادلة رايح راح ذاهبة وعائدة في كل لين، ودرجات الحرارة المناطق الحمراء مثلا درجات حرارة عالية، مرات قد تكون درجة الحرارة أعلى من درجة الحرارة المسموح بها مرور الحادلة، ومرات تكون مناسبة أو حتى يعرف السائق الحادلة بأي مسار ممكن يمشي، وهل هذا المسار راح يكفيه passes 2 passes 3 passes ويكفي لو بعد يستمر. هذه كلها ممكن أن تأشر عنده على الشاشة الحاسوبية الموجودة في الحادلة، بحيث يقدر مباشرة. لاحظ حتى هذه السنسرات، هذه ما درجات الحرارة المتصلة بالدواليب مع الحادلة، هذه السنسرات ممكن والمعجلات متصلة حتى بالكنترول بانل الموجودة عند السائق مع الحادلة، بحيث تقدر تعرف أنت وين ممكن تحدل أسرع بأي منطقة، وين تقدر تقف عن الحدل، وممكن يستمر الحدل عن طريق أنظمة الملاحة مع GPS الموجودة في هذه الحادلة. هذا حقيقة الحدل الذكي حاليا معمول به في أغلب دول العالم، والتقنية مالته تقنية يعني مفيدة جدا وكفوءة جدا عن طريق هذه المعدات اللي ممكن أن نزود بها الحادلات المختلفة. الآن حقيقة نتحدث بصورة سريعة عن أنواع الحادلات المستخدمة اللي شفناها في المحاضرة الماضية، المستخدمة في حدل الطبقات الأسفلتية في الطرق. النوع الأول اللي هو الستاتيك ستيل وير رولر، الحادلات ذات الاسطوانات الحديدية الملساء. طبعا هذا النوع من الحادلات تستخدم في أوجه الحدل جميعا، يعني ممكن استخدامها في الحدل الأولي اللي تكلمنا عنه الانيشال أو سميناه البريك داون، وممكن استخدامها في الحدل الوسطي الانترميديت كومباكشن، وممكن استخدامها في الإنهاء الحدل النهائي الفينيشينج كومباكشن. التيبيكال ستاتيك ويت اوف كومباكشن اسفلت لايرز اوف ثيكنس 4 إلى 6 سنتيمتر، يعني الحادلات الاوزان مالتها اللي تستخدم في حدل الطبقات اللي تكون بسمك يعني قليل نوعا ما من 4 سنتيمتر إلى 6 سنتيمتر، ممكن تتراوح اوزان هذه الحادلات الستاتيك الاوزان المستقرة الساكنة بدون يعني هزاز ما بين 8 طن إلى 12 طن. طبعا هذه الحدود ليست يعني ثابتة، تعتمد على نوعيات الشركات المصنعة للحادلات، ومرات ممكن الحادلة يزيد الوزن مالتها أو ممكن يقل عن هذه الحدود اللي ذكرناها، لكن هذه نوعا ما يعني حدود ضمن المعدل. الستاتيك ستيل ويل رولر ممكن تنقسم إلى قسمين، هذه الحادلات ذات الاسطوانات الملساء. قسم يسمى التاندم أو دبل درام، يعني بها تو درامز اسطوانتين، اسطوانة بالأمام واسطوانة بالخلف، تسمى تاندم الدبل يعني. أما الأخرى فتسمى ثري ستيل درام، يعني بها 3 اسطوانات ملساء، هذه بها اسطوانتين، اسطوانة بالأمام واسطوانة بالخلف، هذه بها 3 اسطوانات، اسطوانتين بالأمام واسطوانة بالخلف. الفرق طبعا بيناتهم أنه هذه ذات الاسطوانة المضاعفة التاندم هذه تكون more uniform compaction، تعطيك يعني حدل أكثر انتظاما، أما هذه الثري فتكون الحدل مالتها يعني غير نظامي، تحتاج إلى عمليات تعديل بحادلات أخرى خلفها، لكنها توفر حقيقة يعني حرية مناورة أسهل للسائق، ممكن أن يستخدمها بحرية المناورة وبالاستدارة وبتغيير الاتجاه تكون أفضل في هذه الحالة. لاحظ هذه الحادلات اللي تكلمنا عنها، هذه التاندم ستيرولر، لاحظ هذه درام موجود بالأمام ودرام مشابه له موجود في الخلف، فهذه عندك
two drums, واحدة بالأمام واحدة بالخلف فتسمى tandem. Tandem اللي هي يعني double static steel wheel roller. هذه اللي سميناها three static steel wheel roller, بها درام واحد في الخلف وبها two drums لاحظ بالأمام. هذا الدرام بالأمام مفصول ما مثل هذا متصل, هذا بواحد باثنين وهذا الآخر الثالث في الوراء, فهذه من نوع الثري ستاتيك ستيل وير رولر. حرية المناورة للسائق تعطي حرية أفضل بالسياقة, لكنه حقيقة الحدل مالتها نوعا ما يكون شوية, لأن بها تو رولرز بالأمام فممكن تعلم على الطريق في مكانتين, ما مثل هذه ممكن تعطيك يعني سموث سطح سموث أكثر منا في هذه الحالة, لكن الاثنين حقيقة مستخدمين في الطرق. النوع الثاني من الحادلات اللي هي الفايبريتينج رولرز, الحادلات الهزازة اللي بيها حقيقة هزاز ممكن أن يضاف على الدرامز. هذه تستخدم بشكل واسع للطبقات اللي يكون سمكة كبير, تسمى thick mats, thick layers يعني mat يعني layer. للطبقات السميكة ممكن استخدام الحادلات الهزازة بشكل كبير. ليش؟ لأنه ممكن حدله عندئذ بصورة أكثر كفاءة وبصورة أسرع. تتكون حقيقة الحادلات الهزازة من two smooth surface steel drums, من أسطوانتين حديدية ملساء مرفق معها حقيقة نظام هزاز. نظام هزاز ممكن أن يستخدم لهذه الحادلتين الأسطوانتين الملساء. الكومباكشن يتم حقيقة ضمن أسلوبين اللي هو أسلوب الستاتيك نتيجة الوزن نفسه مع الحادلة الوزن الساكن, زائدا الحدل عن طريق الديناميك الحركة الديناميكية الحركة أو الثقل الديناميكي الثقل المتحرك نتيجة وجود الفايبريشن. إذن أسلوبين ممكن نستخدم فيها في عملية الحدل. من المحاسن أو ميزات هذه الحادلات desired compaction is achieved in less number of passes, يعني راح تحتاج أنت عدد مرور أقل للحادلة على اللين لتحقيق الحدل المطلوب أو نسبة الحدل المطلوبة. ليش؟ لأن compacted effort جهد الحدل مال الحادلات الهزازة يكون أعلى كثيرا من جهد الحدل للحادلات الساكنة غير الاهتزازية, فتعطينا حقيقة يعني وفرة بالوقت ووفرة أيضا من ناحية الاقتصادية أن نحصل على نسبة الحد المطلوبة بعدد مرات مرور أقل باسز أقل للحادلة. أيضا من الميزات كان achieve better compaction or compact more effectively thicker layers, ممكن مثل ما ذكرنا قبل قليل نستخدمها للطبقات ذات السمك العالي للطبقات السميكة. دائما الحدل الفعال يكون باستخدام الحادلات الهزازة. طبعا الستاتيك اوبريتنج ماس فاري فروم 2 طنز تو 18 طن, وهذه ايضا يعني مثل خلينا نقول قيم نوعا ما نموذجية ما تكون ثابتة, ممكن تكون اقل او اكثر من هذا حسب الشركات المصنعة للحادلات, لكنه الوزن مال هذه الحادلات والوزن اقصد به الوزن الساكن بدون اهتزاز يتراوح ما بين طنين الى 18 طن لهذا النوع من الحادلات. طبعا هنا ملاحظه جديره بالاهتمام انه no vibration should be used during the final compaction phase, يعني بالاسلوب الحدل اللي هو الاسلوب النهائي الحدل النهائي للحدل النهائي الفاينل كومباكشن لا يتم استخدام الهزازات, لا ينصح باستخدام الهزاز. يعني ممكن امشي انا الحادله مع توقيف الهزاز بس فقط على الحمل الساكن. ليش؟ لأن هناك خطورة من أن يحدث تلف أو تمزق في بنية هذه الطبقة وبالتالي تفكك الأواصر مع القير اللي يربطها مع الأجريجيت بسبب الاهتزاز, لأن إحنا من نصل للمرحلة النهائية بالحدل يعني تقريبا الطبقة أخذت معظم الحدل مالتها والأعلى كثافة كن وصلتها, فمن أنا أجي أشغل الهزاز راح أسلك سلوك عكسي بحيث أنا أرجع أفكك الأواصر اللي تكونت نتيجة الكثافة العالية وأرجع أزيد نسبة الفراغات, فعملية تصير عملية هدم مع عملية بناء. فدائما بالحدل النهائي لا ينصح باستخدام الهزاز. ممكن الهزاز مرات يستخدم في الحدل الابتدائي إذا كان سمك الطبقة عالية أو في الحدل الوسطي على العموم ممكن استخدامه, لكن بالحدل النهائي نتجنب استخدام
الهزاز. هذه طبعا صورة لحادلة هزازة، لاحظة هي تشبه حادلة اعتيادية ذات الاسطوانات الملساء، درام بالأمام درام بالخلف، ولكن هنا مرفق معاها لاحظ هذه الجزء هذا الملحق بالأعلى اللي هو الهزاز اللي ممكن أن يستخدم لغرض عمل اهتزاز على دواليب هذه الحادلة، فهذه من نوع الدبل درام فايبريتينج رولر. النوع الآخر من الحادلات اللي هو النيوماتيك تاير رولرز، اللي هي الحادلات ذات الإطارات المطاطية، تسمى النيوماتيك ذات الإطارات المطاطية. وطبعا هذا النوع من الحادلات يتكون من عدد من الإطارات على اعتياديا ما بين 7 إلى 9 إطارات على العموم، المجموع الكلي من الإطارات ما بين 7 إلى 9. هذا النمبر between front and back tires always differ by one tire. طبعا هذه الحادلات أو بهذا العدد من الإطارات هاي تكون موزعة على صفين، صف بالأمام وصف بالخلف، دائما على الأغلب يعني هناك ما بين الصف الأمامي والصف الخلفي عدد الإطارات يختلف بمقدار واحد، وأكو بيناته عملية staggering، يعني الإطار الأمامي خلفه الإطار بالخلف ما يكون على نفس المسار، أكو عملية حقيقة زحف حتى ما يدوس الإطار الأمامي الفراغ بينه وبين الإطار الأمامي الآخر يدوس الإطار الخلفي. فإذا الكومباكشن دائما يحدث بهذا النوع من الحادلات تحت فعل النيدينج، فعل العجن بالصورة الرئيسية، بصورة رئيسية نتيجة فعل العجن سميناه النيدينج في هذا النوع من الإطارات أو الخاصة بالنيوماتيك تاير رولرز. من ميزات هذه النوع من الحادلات أنه الضغط التماس كان easily changed by changing the tire pressure، يعني السائق عنده سائق الحادلة عنده حرية حقيقة تغيير الضغط. الضغط منين ده يجي على الطبقة الأسفلتية المحدولة؟ عن طريق الإطارات، نقاط التلامس ما بين الإطارات المطاطية مع سطح التبليط. فالضغط هون يكون عالي، ليش؟ لأنه مناطق التلامس أو مساحة التلامس تكون أقل نتيجة فقط التتش أو التماس ما بين السطح السفلي مال الإطار مع السطح اللي يتلامس معاه اللي هو سطح التبليط. فعندئذ الضغط يكون عالي. هذا الضغط أيضا ممكن أن أغيره، أزيده أو أقلله عن طريق تغيير ضغط الإطارات. وحاليا بالحادلات الحديثة يعني السائق الحادلة ممكن يسيطر على ضغط الإطارات من يمه بحيث يزيد الضغط الهواء الموجود بالإطارات أو يقلل ضغط الهواء الموجود بالإطارات حتى يسلط ضغط أعلى أو ضغط أقل حسب ما يشوفه مناسب على طبقة التبليط. فهذه حقيقة واحدة من الميزات أن هناك يعني حرية تغيير الضغط الإطارات وبالتالي تغيير اللود اللي خيجي على بالكومباكشن على سطح التبليط يعني بسرعة وبسهولة. أيضا من الأدفانتجز same roller can be used for all types of asphalt ranging from very flexible to very stiff أو very thick to very thin. حقيقة هذا النوع من الحادلات يعني كلش تكون بها مرونة، ممكن استخدامها يعني بجميع الظروف لكل أنواع الحدل. يعني إذا كان عندنا الطبقة اللي قلنا نحدلها كانت very flexible يعني كلش مرنة، أو كانت very stiff كلش صلبة أو hard تكون، ممكن استخدام هذه الحادلات بها. وبتغيير ضغط الإطارات حسب طبيعة الطبقة اللي احنا قلنا نحدلها ممكن تكون هذه الحادلات ملائمة للحدل بهكذا نوع من الطبقات. فإذا الرينج مالتها واسع، يعني من خلطة عندنا فرشناها بطريقة تكون very very flexible إلى very stiff، يعني workability مالتها قليلة أو workability عالية ممكن استخدام هذه الحادلات بها. كذلك الحادلة أو الطبقة اللي فرشناها إذا كانت طبقة سميكة جدا أو طبقة نحيفة جدا، السمك مالتها إذا كانت مثلا 4 سنتيمتر أقل أو مرات 10 تصل إلى 10 وأكثر من 10 ممكن استخدام هذه الحادلات بها، طالما إحنا نقدر نغير الضغط بسهولة، الضغط المسلط من قبل الإطارات على سطح التبليط. فهي تعتبر حقيقة من محاسن أو مميزات هذا النوع من الحادلات. طبعا الوزن مال هذه الحادلة يعني التيبيكال مالته يتراوح تقريبا ما بين 6 إلى 27 طن، طبعا بلس ماينس مثل ما ذكرنا حسب الشركات ومواصفات الشركات اللي قد صنع
الحادلات، لكنه يعني ممكن لاحظ الوزن مالته يكون وزن يعني عالي نوعا ما. Usually used at intermediate and final phase of compaction. على العموم هذه النوع من الحادلات ممكن استخدامها لمرحلة الحدل الوسطي والحدل النهائي final phase of compaction. Using a pneumatic tire at final compaction obtain better surface texture and eliminating hair cracks which may be created when compacted with steel wheel roller. طبعا هذه نقطة مهمة بهذا النوع من الحادلات، أن استخدام هذه الحادلات في الحدل النهائي يعطيك سطح ذات نسيج ناعم وأفضل شيء. هذه تستخدم بالحدل النهائي ليش؟ لأنه على الأغلب بالحدل النهائي تظهر شوف على وجه السطح اللي أنت قد تحدله شقوق شعرية hair cracks، تكون على شكل خطوط طولية، شقوق يعني كل الشعرية شقوق كلش نحيفة صغيرة. هذه الشقوق ممكن أن أنت تتلافاها أو تنهيها أو توقفها أو تسيطر عليها باستخدام الحدل النهائي باستخدام النيوماتيك تاير رولر. يعني هذه دائما النوع من الحادلات حقيقة تقضي لك على هذه الشقوق الشعرية اللي تظهر على وجه الأسفلت بمرحلة الحدل النهائي، وهي على الأغلب تظهر نتيجة استخدام حقيقة الستيل ويل رولر اللي هي الدرم مالتها يكون واسع الضغط مالتها يكون أقل. فبالمرحلة النهائية أنا ممكن أستخدم حقيقة هذا النوع من الرولر لإلغاء هذه الشقوق، ثم أيضا لا ضير يعني بعدين بالختم النهائي ممكن أستخدم الستيل ويل رولر حتى فقط يعني أنهي كل الآثار مال الحادلات اللي مشيت قبل هذه المرحلة. وطبعا هون عندك أشكال لهذا النوع من الحادلات النيوماتيك تاير رولر، يعني لاحظ هذا النوع صفين من الإطارات، الصف الأمامي لاحظ خمسة تايرات بها، خمسة تايرات عندك، ممكن الصف الخلفي يكون مثلا أربع تايرات في هذه الحالة، يعني أكو استقر دائما بيناتهم تاير واحد. هذه لاحظ الصف الأمامي أربع تايرات بها، ممكن الصف الخلفي يكون خمس تايرات بها. وتلاحظ طبعا هذه الزوائد اللي تلاحظها هذه تسمى سكريبرز أو قاشطات، هذه تستخدم أمام التايرات لغرض تنظيف هذه الإطارات مما يكون قد علق بها أثناء عملية الحدل. طبعا النوع الآخر من الحادلات اللي هو سميناه الكومبينيشن رولرز، الحادلات حقيقة المزدوجة يعني اللي تجمع بين أكثر من نوعين، وهذه الحادلات يكون بها درام من نوع الفايبريتينج الهزاز بالأمام يكون، وإطارات مطاطية نيوماتيك تايرز تكون بالخلف. على العموم يعني ممكن يكون عددها أربعة، وقد مرات يعني تقل أو تزيد حقيقة حسب طبيعة الشركة المصنعة للحادلة، لكنه على العموم التيبكال تكون أربعة. فإذا همية حادلة تكون هزازة من نوع الهزاز، وهمية تكون نيوماتيك تاير من نوع النيوماتيك تاير، فجمعت بين الاثنين ولهذا سميت كومبينيشن رولر. الهزاز يكون بالأمام درم بها وبالخلف يكون إطارات. طبعاً الدرام هذا الهزاز اللي عليه هزاز هذا يعطيك quicker compaction، يعني يعطيك حدل سريع بحيث تصل إلى الحدل النهائي حسب نسبة الحدل المطلوبة بكفاءة عالية وبسرعة. يعني أنت الوقت هون راح تكسب وقت باستخدام الهزاز. أما الربر ويل هذه الإطارات المطاطية الموجودة بالخلف فهاي تنطيك denser and smoother surface، يعني تعطيك سطح أكثر كثافة، تحصل كثافة عالية دائما باستخدام الإطارات المطاطية. ليش؟ لأن ضغطها أعلى فتعطيك كثافة أعلى تقلل الفراغات وتعطيك أيضا سطح سموذ يعني سطح ناعم نوعا ما نتيجة الكثافة العالية راح تحدث في هذه الطبقة. فإذا أنت يعني قد تستفاد من الحالتين، من حالة الفايبريشن أو الاهتزاز ومن حالة النيدينج الموجود بالربر ويلز. الأعلى وزن لهكذا نوع من الحادلات اللي هي الكومبينيشن يكون حقيقة الوزن مالتها يعني لاحظ الرينج أيضا واسع، يتراوح ما بين طنين ونص إلى 11 طن، وأنت ممكن تتحكم بالأوزان حسب طبيعة الطبقة اللي أنت قد تحدلها وحسب طبيعة وسمك الطبقة والوقت المتيسر لك ودرجة حرارة الطبقة. هذه أكو أمور حقيقة يعني عوامل كثيرة ممكن تتحكم بالوزن اللي لازم نسلطه إحنا على طبقة الأسفلت المحدولة. طبعا هذا شكل للكومبينيشن رولر اللي هو تلاحظه بالأمام عندك
هذا الدرام اللي هو أكو عليه هزاز يشتغل هزاز، وبالخلف عندك هذه الإطارات المطاطية النيوماتيك تاير رولر، فهي تسمى حقيقة الكومبينيشن رولر، بها أشكال كثيرة وتصانيف كثيرة. طبعا هنا في هذه المرحلة يعني بس أشير إلى أنه الأنواع اللي أخذناها الأربعة من الحادلات، هاي الحادلات الكبيرة اللي على العموم تستخدم بالطرق، لكن هذا لا يمنع وجود حادلات مرات تسموها ميني رولرز، حادلات صغيرة أغلبها تكون حادلات يدوية ممكن استخدامها أيضا في أعمال حدل الطرق. لاحظ هذه أنواع مثل هذه تسمى تامبرز، هذه تستخدم طريقة الدق يعني التامبينج أو الدق، تشتغل مثل الهزاز بيا كومبريسر، ممكن مرات كثيرة تشتغل طبعا على البنزين يعني مضخة بيا بنزين وتستخدم قابلية التامبينج أو الدقاق نسميه، هذا يمكن استخدامها تعمل كومباكشن يعني بالمناطق الضيقة التي لا يمكن أن تدخل بها حادلات. كذلك لاحظ هذه فايبراتوري بليت، هذه بها صفيحة هزازة أيضا ممكن تشتغل على مثلا مضخة أو ماطور من بنزين، مرات أكو أنواع تشتغل ممكن على الكهرباء أيضا، هذه تستخدم طريقة الاهتزاز أيضا في المناطق الضيقة التي لا يمكن للحادلات الاعتيادية التقليدية الدخول فيها. هذه كذلك هاند جايدد رولر، ممكن يعني شخص واحد يديرها يمشي ويدفع هذه الحادلة، لاحظ بها درم من الأمام ودرم من الخلف، وقد يكون بها هزاز أيضا في المناطق الضيقة حسب طبيعة المنطقة اللي راح نحدلها واللي ما ممكن حادلة تقليدية تدخل بها، ممكن استخدام أحد هذه الأنواع. لاحظ هذه أنواع من هذه الحادلات من نفس النوعية اللي ممكن شخص واحد أن يقودها، حادلات يدوية. لاحظ هذه كذلك، هذه هنا أيضا حادلة يدوية، عامل واحد طبعا عامل يكون بروفيشنال ممكن أن يستخدمها للمناطق الضيقة يعني اللي خلينا نقول ما تسلكها سيارات بشكل كبير، أو مناطق مثلا تشوفها قريبة مرات من الأرصفة أو مناطق قريبة من المانهولات، بالأخص في جوانب الطرق ممكن الحادلة الكبيرة تأذي مثلا المانهول أو ممكن تؤدي إلى حدوث تهشم أو تكسر به، بالأخص إذا كان مستخدم فايبريشن به، فاستخدام هكذا نوع من الحادلات يكون أنسب في هذه الحالة. إذن هذه أيضا حادلات ممكن استخدامها بالإضافة للحادلات اللي ذكرناها اللي هي حادلات مشهورة ومعروفة وتقليدية، لكن هذه تستخدم لأغراض خاصة في هذه الأحيان. الآن نأتي إلى ما يسمى الرولينج بروسيجر أو طريقة الحدل بعد أن عرفنا أنواع الحادلات. هناك حقيقة بعض الأمور المتعلقة بنموذج الحدل، شلون يتم الحدل والملاحظات المهمة المتعلقة به، يعني حاول تتابع معي. لاحظ عندنا الملاحظة الأولى، Rolling should start as quickly as possible after asphalt has been laid. بمعنى أنه الحدل يجب أن يبدأ بأسرع ما يمكن بعد ما تفرش الطبقة. احنا اتفقنا على أنه الفرش يكون باستخدام البيفرز أو الفينيشر اللي تكلمنا عنه بالمحاضرة الماضية. بعد ما تنفرش الطبقة والحدل الأول يجي من قبل البيفر نفسه عن طريق السكريد، فبعد ما تنفرش لازم أنا الحادلات عندي تكون جاهزة بالموقع. وهنا هذا الأمر مهم جدا يجب أن ينتبه عليه مهندس المقيم أو مهندس الموقع أو المهندس المشرف، أنه هو من يبدي عملية التبليط قبل ما تشتغل الفارشة لازم الحادلات كلها جاهزة. شوف كم نوع من الحادلات راح يحتاج، جاهزة كاملة مفولة غاز نظيفة ممكن شغلها وفحصها ما بها أي مشكلة، ما بها عطلات، الدهن مالتها مبدل، الزيوت التشحيم كلها كاملة مكملة، بحيث ما أول ما تمشي الفارشة تفرش لازم خلفها مباشرة تبدأ عملية الحدل بالحادلة، شوف المناسبة للحدل الأولي. طبعا إذا هذا معنى هذه العبارة، provided the temperature of the mix is not too high and has developed sufficient stability to withstand the weight of the roller. يعني بمعنى أنه أنت لحظة ما تفرش الأسفلت باستخدام الفارشة لازم أتأكد من أنا دبشي خلف الحادلة أنه درجة الحرارة مال الخليط اللي فرشته الفارشة ما يكون جدا عالي، بحيث إذا كان جدا عالي أكثر من الحد المسموح مثلا أكثر من 150 أو 160 أش يصير؟ الخلطة تكون جدا لينة، فمن تكون جدا لينة ما راح تقاوم وزن الحادلة اللي راح تمشي عليها، أش راح يصير بها؟ روطان، راح تروط.
يعني الحادلة من راح تمشي على خلطة من هذا النوع بدرجة حرارة عالية تشوف رأساً الخلطة هذه راح تنسحب وتمشي أمام الدرم مال الحادلة. الحادلة ما راح الدرم يعبر عليها، ليش؟ لأنه ما بها مقاومة كافية، ما استفر درجة كافية، الاستفنس مالته يكون قليل. فعندئذ لازم أتأكد أنه درجة الحرارة ما كلش عالية، تكون درجة الحرارة الملائمة لغرض الحدل حتى أمشي الحادلة مباشرة وأخليها تدوس على هذه الطبقة. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية: rolling consists of three consecutive phases، وهذه تكلمنا عنها سابقا، يعني ثلاثة مراحل أو صور أكو من عملية الحدل، الانيشيال أو سميناها البريك داون رولينج الحدل الأولي، والانترميديت رولينج اللي هو الحدل الوسطي، والفينيش رولينج اللي هو الحدل النهائي. رولينج يعني كومباكشن، اتفقنا عليها من المحاضرة الماضية. ثلاثة صور للحدل. Most of the compaction is achieved during a breakdown rolling، يعني معظم الحدل يتم هو بالمرحلة الأولى، مرحلة البريكداون أو مرحلة الانيشيال رولينج. هذا معظم الحدل يتم في هذه المرحلة، ولهذا يجب أن ننتبه على هذه المرحلة وعلى أهميتها، وهي مرحلة أن الحادلة تمشي مباشرة خلف الفينيشر وتنجز ما يسمى بالحدل الأولي. أما الانترميديت رولينج الحدل الوسطي، هذا شنو فائدته؟ هذا يزيد لك الكثافة مال الميكس، يعني أعلى الكثافة تقريبا أنت تحصلها بالمرحلة الوسطية بالحدل الوسطي، ويقلل لك كل الفراغات أو البورز الفراغات الموجودة بالسطح مال الطبقة اللي أنت فرشتها. هذه تم في الحدل الوسطي. أما الحدل النهائي فهو عبارة عن حدل شو نسميه ختم عملية تعديل، فنلغي بها كل الآثار مال الحادلات اللي مشيت بالحدل الأولي والحدل الوسطي. الحدل النهائي يختم لكية، يعني أشهم بالصبغة أكو ختم طبقة نهائية، كذلك هنا ختم. إذا أكو آثار مال درامز مال تايرات كن مشيت بالحدل الأولي والوسطي، الحدل النهائي يختم لكية ويطلع لكية مثل المرآة، يخلصك من كل هذه العيوب خلينا نقول النهائية اللي ظهرت على وجه التبليط بعد الحدل الأولي والحدل الوسطي. طبعا بين الحدل الأولي والحدل الوسطي والحدل النهائي لازم ماكو تأخير، يعني مباشرة الحادلات اللي راح تشتغل وحدة وراء الأخ أنا أموقفها، مشيت الأولى كملت الثانية خلفها بدون أي ديلي أي تأخير ماكو. لازم كلهم يكونون مثل ما قلنا متشيكين من حيث الوقود مالتهم، من حيث الدهن، من حيث التشحيم، ما بهم مشكلة، كن شغلناهم فحصناهم قبل ما بدأنا بالعمل، لأنه اي ديلي رأسا راح يدمر لك كل السيستم مال الحدل ما بين مرحلة ومرحلة اخرى. النقطة الثالثة: The number of rollers required to be used is determined by the width of paving lane، يعني كم حادلة انا احتاج للحدل، اللي حدد هذا هو عرض المسار اللي انا قد افرشه او قد ارصفه او قد ابلطه. عرض المسار يعني the typical paving lane width، اذا كان عرض المسار اللي هو ستاندر مثل ما تعرفوه سابقا من التصميم الهندسي تقريبا ما بين 3.5 الى 3.75 حسب الاشتو، هذا هو العرض المسار اللي يكون الستاندر متر. فممكن استخدام two or more rollers are required، اذا انت قد تفرش او قد بلط مسار بعرض ستاندر ما بين 3.5 الى 3.75 يعني 3.75 متر، فممكن استخدام يعني حادلتين ومرات ممكن يتصل الى 3 حادلات لغرض يعني حدل هذا المسار. As for the width of the roller it is usually chosen to be approximately equal to 1/3 of the width of the paving lane، يعني هذه مثل القاعدة العامة، شوف انت اللين اللي قد بلطه ايش قد العرض مالته، المفروض انت تختار حادلات حادلة تساوي 1/3 ثلث عرض البيفينج لين. شوف ثلث عرض البيفينج لين هذه عرض الحادلة تكون، فانت راح تشوف كم حادلة راح تحتاج. فعلى العموم الحادلات يعني عرضها ممكن يتراوح من متر وشوية الى مترين مترين وشوية، هذه حسب طبعا نوعية الحادلات وطريقة التصنيع مالتها. فعلى العموم اذا انا عندي 3.75 او خلينا نقول 3.6، فأتوقع أن عرض الحادلة اللي ممكن أستخدمها لتكون مناسبة ثلث الـ 3.6 يعني 1.2 حادلة بعرض متر وعشرين، ف
وممكن استخدام مثلا 3 حاذلات عندئذ حتى أقدر أنجز المهمة بكفاءة. النقطة الرابعة: rolling always start from the lowest point of the mat in case of transverse slope. وهذه نقطة مهمة جدا جدا. دائما الحدل من أين يبدأ؟ يبدأ من الجهة خلينا نقول الناصية باتجاه الجهة العالية. هذه نقطة كلش مهمة. من أيمن جهة يبدأ الحدل؟ من النقطة المنخفضة بالطريق باتجاه النقطة المرتفعة بالطريق. ليش هو الطريق أصلا؟ طبعا هذا الحكي بالنسبة لاتجاه الميل العرضي. ليش الطريق بينه نقطة منخفضة ونقطة مرتفعة؟ طبعا الطريق بالنسبة لاتجاه العرضي للكروس، الكروس سلوب، الميل العرضي، المقطع العرضي مال الطريق، هل المسارات مال الطريق بالاتجاه العرضي كلها بنفس الليفل؟ الجواب كلا. اكو منطقة بالطريق بالاتجاه العرضي تكون اعلى ومنطقة تكون اخفض. حسب ايش؟ منو اللي تكون اعلى وتكون اخفض؟ طبعا هذا الامر تعرفوه انتم ماخذيه سابقا احنا بالتصميم الهندسي. هذا الكروس سلوب. اشكو اكو ما يسمى بالكامبر او سميناه نورمال كراون، يعني دائما النقطة الوسطية بالطريق اللي هي اعلى شيء، والطريق يميل بنسبة 1 إلى 2% اتجاه عرضي، ميل عرضي بهذا الاتجاه، 1 إلى 2% بهذا الاتجاه. ليش؟ لحد تصريف مياه الأمطار. الطريق ما يكون يكون ليفل، فأنت الطريق إذا المناسيب مالته ما متساوية، باكد حالة بالوسط هو أعلى شيء، بالجوانب هو أخفض شيء. فأنا من دحدل شو أنا أبدأ الحدل؟ يبدأ الحدل من الجهة المنخفضة، من الجهة المنخفضة، وأروح باتجاه الجهة المرتفعة. ليش من الجهة المنخفضة؟ لأن الجهة المنخفضة هي الجهة أنا من أبدي الحدل بها راح أوفر نوع من الاستيابوليتي والثبات لجانب الطريق. هذا الجانب اللي هو يكون جانب ما محصور unconfined، فحتى لا يصير زحف بالأسفلت. إذا أنت بدأت من الجهة المرتفعة وأنت قد تنزل إلى الأسفل، راح يزحف الأسفلت ويطلع خارج الطريق. لكن من تبدأ بهذه الجهة أنت راح تثبت الأسفلت هون وتعطيه مقاومة عالية. من تروح باتجاه الوسط انت راح تعتمد على نقطة انت كنت ثبتها مسبقا، فالاسفلت هنا راح ينحصر وبالتالي يكتسب الكثافة العالية. اذا دائما نبدأ منين؟ منين الحدل؟ من رقم 1 نبدأ من الجهة المنخفضة، وبعدين نروح على الجهة المرتفعة. كذلك من الجهة الثانية منين نبدأ؟ من الجهة المنخفضة، وبعدين نروح على الجهة المرتفعة. كذلك اذا عندي مناطق الاستدارات، دائما اشكو عندي مناطق الاستدارات، عندي ما يسمى سوبر إليفيشن، التعلية الجانبية، ذكروها أخذناها من الكورس الأول. مناطق الاستدارات دائما الطريق يرتفع من جهة وينخفض من جهة. ليش؟ حتى أقاوم القوة الطاردة المركزية. فأنا عندي منين راح أبدأ الحدل؟ مثلا منطقة استدارة، هاي منطقة منخفضة، هاي منطقة مرتفعة. أبدأ الحدل من المنطقة المنخفضة حتى أوفر استيابوليتي وسترينث بالنسبة للاتجاه العرضي مال الطريق، وبعدين أروح للجهة المرتفعة. إذا أبدأ منين بمناطق الاستدارات؟ لاحظ رقم 1 أبدأ من الداخل. ليش؟ لأن يعني الداخل هو يكون منخفض، منطقة الاستدارة، مركز الاستدارة. ثم بعدين أبدأ أخذ رقم 2 اللي هو اللين اللي بعده، ثم رقم 3 اللين اللي بعده، ثم رقم 4 آخر شيء اللي هو راح يكون أعلى شيء، هذا اللي يكون بالجهة العليا. فهذه الملاحظات حقيقة جديرة بالاهتمام، ينبغي أن ننتبه عليها. هذه فيما يخص النقطة رقم 4. ايضا نقطه رقم 5: the roller moves twice over the same rolling path by moving forwards and backwards, then the roller changes the rolling path lane. The same applies to all subsequent rolling. بمعنى انت مشيت الحادله عندك، راح تمشيها باتجاه طبعا مستقيم على اللين حسب العرض مال الحادله، راح تجي تحدل لك لين بعرض يساوي عرض الحادله، راح تمشي من البداية إلى أن تصل للنهاية المقرر لها، هذا يسمى باس. بعدين لازم تطلع خارج الطريق، تداور وترجع على نفس اللين اللي سارت عليه، بس ترجع بالعكس هسا، هذا يسمى الباس رقم 2. إذا الباس رقم 1 أول مرة تمشي بالاتجاه العدل خلف البيفر اللي قد تفرش الأسفل نفس الاتجاه، هذه تمشي إلى النهاية، هذا يسمى باس رقم 1. تطلع خارج الطريق الداور وترجع على نفس الباس اللي مشيت عليه بس بالاتجاه العكسي هسا، ترجع رجوع، هذا يسمى باس رقم 2. هذا معناها اذا على الاقل لكل لين قد تمشي به الحادله، وهذا اللين عرضه يساوي عرض الحادله،
لازم تعمل على الأقل 2 passes، باس بالرواح وباس بالرجوع. هذا معنى حقيقة هذه العبارة رقم 5. رقم 6، when longitudinal joint is formed، عند تشكل حقيقة مفصل بالاتجاه الطولي، rolling starts from the joint، يبدأ حقيقة الحدل من الجوينت من المفصل. The roller moves over the hot mat with approximately 200 مليمتر، يعني تقريبا 20 سنتيمتر of its drum overlapping the already compacted mat. بمعنى مرات يشكل عندك مفاصل، انت قد تفرش الاسفلت، منين تشكل المفاصل؟ مع العلم احنا لو تتذكرون ذكرنا في اول شرحنا للشابتر مع الفليكسيبل بيفمنت، قلنا اكو نقطة اختلاف جوهرية بين الفليكسيبل بيفمنت والريجيد بيفمنت، انه بالريجيد بيفمنت لانه عندك طرق كونكريتية بها مفاصل، بينما بالفليكسيبل بيفمنت اللي هي طرق اسفلتية ما بها مفاصل. وهاي نقطة طبعا ميزة، يعني للطرق الاسفلتية ما بها مفاصل، مفاصل مزعجة وطريقة تنفيذها طبعا ما سهل ومكلفة ايضا، لكن ماكو زين. وين هذا؟ اشنو هذا اللونجيتودينال؟ هذا مفصل راح يشكل نتيجة الانشاء، هذا ما مفصل اصلا، هو بالتصميم احنا قررناه مفصل، وانما يتشكل نتيجة الانشاء. يعني انت جيت فرشت لين بالاتجاه الطولي زين، الطريق كان عندك عريض تحتاج تفرش لين ثاني، اللين الثاني راح تجي تخليه بجنب اللين الاول موازي اللي هو بين اللين الاول واللين الثاني، راح يشكل مفصل. وهذه مرات تشوفها خطوط طولية، خطوط طولية بالطريق، هذا الخط الطولي شوفه هو عبارة عن أثر المفصل ما بين اللين الأول اللي فرشته الفارشة ومشيت عليه الرولر وما بين اللين الثاني، هذا هو المقصود باللونجيتودينال جوينت. فإذا هو نتيجة الإنشاء هو ما لين أصلا مقرر بالتصميم كان موجود في هذه الـ في هذا الطريق الأسفلتي. فعندئذ هوني لازم الحد اللي يبدأ من المفصل الطولي وباتجاه طبعا نعمل نوع من الأوفرلابينج، يعني جزء على الأقل مسافة 20 سنتيمتر 200 مليمتر من عرض الدرام لازم يمشي، يعني أوفرلابينج أو تداخل ما بين اللين اللي كان انحدل قبل مع اللين الجديد. ليش؟ حتى نموت أثر المفصل الطولي، راح نشوفه هسا بعد قليل في الفيجرز. هذا يسمى حقيقة الهوت سايد رولينج، أو يسمى الحدل على الجانب الحار. هذا إذا الحادلة مشيت مثل ما موجود هوني، moves over the hot mat with approximately 20 سنتيمتر of drum overlapping the already compacted mat، يعني الحادلة مشيت بعرض الأكبر وين؟ على الطبقة الأسفلتية الحارة، وخلت 20 سنتيمتر بس تداخل ما بينها وبين الطبقة الباردة، هذا يسمى الهوت سايد. الكولد سايد اللي هو بالعكس حقيقة تمشي على الجزء اللي أصلا محدول سابقا البارد وتخلي 20 سنتيمتر مع الجزء الحار، وهذا طبعا ينبغي أن نتجنبه. يعني إحنا دائما نشتغل على الهوت سايد هو يكون أفضل، الكولد سايد يعتبر غير محبذ. ليش؟ لأنه إذا أنت خليت الحادلة أغلبها تمشي على الكولد سايد وجزء بس 20 سنتيمتر تداخل مع الهوت سايد، على ما تمشي لين كامل ترجع هذاك الهوت اللي أنت كن فرشته كلين يكون كن برد ووصل لدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الحدل، فما راح ترجع عليه الحادلة مرة ثانية يكون الحدل مالته حدل غير جيد. فإذا يجب أن يكون هناك حقيقة تداخل ما بين الجزء الجديد مع الجزء القديم، الجزء الجديد مع الجزء القديم. لاحظ هذا اللي تكلمنا عنه، هذه عندك هوت وهذه كولد، يعني هذا اصلا كن حدلناه سابقا كن برد وجينا بصفه بالاتجاه الطولي فرشنا طبقه اخرى اللي هي الهوت بهذا، فايش يشكل مفصل، هذا مثل المفصل الانشائي بالطرق الاسفلتيه. فأنا حتى يعني ألغي هذا المفصل وما أبين تأثيره، ما يكون ظاهر على شكل خط دائما أشوفه موجود على السطح الخارجي لطبقة التبليط مال الطريق، أخلي الحادلة مالتي من تمشي العرض مال الدرام مالتها يكون أغلبه وين؟
على الجزء الجديد اللي فرشته اللي هو الهوت، بس ما كله يكون على الهوت، ويكون اكو جزء من عرض الدرام طافر على الكولد اللي اصلا هو محدول سابقا. هذا الجزء اللي طفر واللي قبل قليل قلنا له طبعا تختلف المواصفات، بتقريبا يكون بحدود 20 سنتيمتر 200 مليم بلس ماينس، مرات ياخذوه 15 من 15 الى 20 يقول لك 6 انجات يعني فصاعدا. المهم ما بين 15 الى 20 سنتيمتر من عرض الدرام يكون على البارد، والبقية من عرض الدرام يكون على الحار. هذا يسمى حدل على جانب الحار، حدل على جانب الحار. على الجانب البارد بالعكس يكون عرض الدرام أكثر على البارد، والجزء ال 15 إلى 20 على الحار. قلنا هذا نتجنبه ليش؟ حتى لا تلحق تبرد هاي الطبقة، لأن أنا لازم أحدلها وهي تكون في حالة الحار مالتها. فهذا حقيقة المقصود بهذا الأمر اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو يخص شغلة longitudinal joint. أيضا عندك ملاحظة أخرى: the length of the first and second rolling pass and all subsequent passes is mainly dependent on the thickness of the mat. يعني طول اللي راح تمشي به الحادلة بالاجتياز الأول first pass والرجوع بعدين على نفسه اللي هو second pass، وكذلك بقية الحدل بقية الفيسز الباسز أو المرور اللي راح تعمره الحادلة، هذا يعتمد بشكل رئيسي على ثخن الطبقة اللي أنت قد تفرشها قد تحدلها. طبعاً كلما كان longer rolling lengths can be used on thick mats، إذا كان ثخن الطبقة اللي قد تفرشها الفارشة ثخن كبير، كان thick mats layer تكون ثخينة، ممكن أنا أخلي الحادلة تمشي مسافة طويلة بالباس. وإذا كان ثخن الطبقة المفروشة قليلة، لازم المسافة اللي تمشيها الحادلة بالون باس تكون قليلة. ليش؟ لأنه إذا كانت الطبقة ثخينة، طبعاً نقول ثخينة يعني أكثر من 6 سنتيمتر 60 مليمتر أكثر من هذا، إذا ما قارناها بالطبقات اللي أقل من هذا يكون طبقات نسميها رقيقة. ليش؟ لأنه الطبقات الرقيقة راح تبرد بسرعة، طبقات الثخينة تحتفظ بالحرارة أكثر. فإذا طبقات ثخينة أنا قد أحتلها، أخلي الحادلة ممكن تمشي مسافة أطول. ليش؟ لأنه ما راح تفقد الحرارة بسرعة، وبالتالي أنا أكون مطمئن أنه الحدل مالتي راح يكون دائما نموذجي. لكن إذا طبقات رقيقة مثل ما قلنا 30 إلى 40 مليمتر أو ما شابه 3 سنتيمترات إلى 4 سنتيمترات، هذه الطبقة من تكون رقيقة تفقد الحرارة بسرعة، وبالتالي أنا لازم طول الباس مال الحادلة ما يكون طويل. يعني إذا يكون طويل على ما تصل لنهاية الباس تداور وترجع على باس رقم 2، يكون الطبقة هاي الرقيقة كمبردت، وبالتالي صار درجة حرارته جوا درجة حرارة الحدل، فما راح تأخذ حدل. فهذه نقطة جديرة بالانتباه. إذا الطبقة المفروشة، وهذه الطبقة المفروشة تكون سميكة لو رقيقة، على من يعتمد؟ يعتمد على المصمم اللي صممها والموجودة عندك بالخرائط. طيب ما بكيفك أنت قد تفرشها، السمك المفروش حسب المخططات. فإذا كان السميكة إذا أكثر من 6 سنتيمتر، ممكن أنا أطول طول المسار اللي راح تمشي به كباس بالنسبة للحادلة، وإذا كان رقيقة ممكن أن أقلل طول الباس. زين، ملاحظة الأخرى: in case paving starts from a transverse cold joint with or without the formation of longitudinal joint, a number of different techniques are used. In all cases, transverse joint is cross rolled first. يعني إذا كان عندي هسع مفصل عرضي، قبل قليل تكلمنا عن المفصل الطولي، المفصل الطولي أين يتكون؟ إذا أنت فرشت لين وجيت بعدين فرشت لين موازي اللوة محاذي اللوة بصفه، يتكون مفصل طولي. زين، المفصل العرضي وين يتكون؟ هذا أيضا ليس مفصل مقرر بالتصميم، هذا مفصل راح يتكون نتيجة الإنشاء، يعني عندك نتيجة الإنشاء. هذا وين يتكون؟ إذا أنت جاي فرشت لين، قد تفرش لين وانتهى العمل مالتك، انتهى الشفت مال العمل ووقف العمل وصلت صار ديني ليل وصار عندك فد مشكلة، انتهى العمل. انت قد تفرش اللين ما كملته، فرأسا تقطعه، تيجي بالشفت الثاني مال العمل وباليوم الثاني تكمل نفس اللين، ما واحد محاذي اللي هو، فما راح تكمل نفس اللين بين اللين اللي هو نفس اللين التكملة مع اللين اللي هو بالسابق فرشته باليوم الأول، راح يشكل مفصل يسمى مفصل عرضي ترانسفيرز جوينت، وهذا راح يكون كول جوينت. إذا عندئذ بنسوي حدل، الحدل مالتك ما راح يبدي مع اليوم الجديد، ما راح يبدي من بداية شغل اليوم الجديد، لازم تأخذ منه شوية من القديم حتى تدوس على هذا المفصل العرضي اللي تكون
وبالتالي تأخذه مع الفرشة الجديدة الساخنة، وعندئذ تحاول تقضي على هذا الترانسفيرس جوينت اللي حدث يعني عندك في هذه المرحلة فالعملية إذن تحتاج إلى يعني أنه لازم هناك الناس اللي يشتغلون بها يعني بروفيشنال بهذا الموضوع، زائدا توجيهات المهندس المشرف اللي هو أو المهندس المقيم اللي راح دائما يكون بهاي العملية يعني بتماس مباشر مع الفنيين اللي يشتغلون في هذه العملية. زين، نيجي هسا إلى الملاحظة الأخرى. During rolling خلال عملية الحدل particularly at the start the surface of cylinder or of the tires is sprayed with a small quantity of water to avoid mixture adhering to the surface of the cylinder or the tires. يعني من نبدأ بالحدل وبالأخص بالحدل الابتدائي، بعد الطبقة مفروشة جديد وحارة وما بيها حدل، بس الفارشة كان مشيت عليها يعني تكون بعدها لوز، فعندئذ لازم السطح مال السلندر إذا استخدمته سموث ستيل رولر أو مال التايرات إذا استخدمته نيوماتيك تاير رولر يجب أن الرشة بكمية بخة آكد بخة خفيفة من الماء. ليش؟ حتى أمنع التصاق الخلطة الأسفلتية اللي بعدها حارة بعدها ما انحدلت، أمنع التصاقها بالاسطوانة الحديدية الدرام أو بالتايرات مال تاير رولر، من ترشها بخف بخة خفيفة من الماء، ما بماء كثيف. إذا ماء كثيف الماء راح ينزل بعدين فوق سطح التبليط ويعمل لك مشكلة. من نزل فوق سطح التبليط وهو نوعا ما بارد راح ياخذ من الحرارة مال ميكسز هذا الميكستشر وبالتالي يتبخر ويخلي الحرارة تنفقد فتنزل درجة الحرارة بصورة سريعة وكبيرة للخلطة الأسفلتية وهذا ما مطلوبة. فإذا أبخ بخة خفيفة التايرات مال الحادلات المطاطية أو الدرام مال الحادلة ذات الاسطوانات الملساء بخة خفيفة بالماء، ومرات هي طبعا الحادلة هي بها تانكر معاها يبخ بخة خفيفة يقدر السائق يسيطر عليها حتى أمنع التصاق الخلطة الأسفلتية الحارة بالدرام، وبالتالي من التصقت ويبست عليها ممكن هي قد تمشي تعلم دائما أثرها يكون واضح على الطبقة اللي قد تحدلها. زين، rollers should move at low speeds يعني الحادلة يجب أن تتحرك بسرعة بطيئة not higher than 5 كيلومتر بالساعة بالنسبة للحادلات من نوع الستاتيك أو حادلات الهزازة، وما أكثر من 8 كيلومتر بالساعة بالنسبة للحادلات المطاطية، وهذه نقطة مهمة. طبعا السرعة المنتخبة should be retained constant throughout the rolling، هذه نقطة مهمة. دائما الحادلات إذا كانت من نوع السموث ستيل رولر أو حادلات كانت هزازة سرعتها المفروض ما تكون أكثر من 5 كيلومتر بالساعة، هاي نقطة كلش مهمة. ليش؟ هذه هي موجودة بالتصميم مالتها. ليش؟ لأنه تعطيك أحسن وأنجع وسيلة للحدل وبأقل وقت ممكن. أما الحادلات ذات الإطارات المطاطية فتكون أسرع حقيقة بالمشي، ما تكون أكثر من 8 كيلومتر بالساعة حتى تنطيك طاقة حدل عالية جدا وتحدل لك بأقل عدد من الباسز، فتنتبه على هذه النقطة. وطبعا من بديت ضبط السائق السرعة، السائق الحادلة من ضبط السرعة، السرعة يجب أن تكون سرعة نظامية، يعني لا يرجع يزيد السرعة ولا يقلل السرعة، يبقى محافظ على نفس السرعة، لأن عملية زيادة وقلة السرعة راح يعلم أثر، راح يعطي طاقة حدل مختلفة، فرأسا يبين أثرها على الطبقة اللي قيحدلها، رأسا يختلف الحدل عندك، فيجب أن يحافظ على السرعة مالته من البداية للنهاية. هذه نقطة من النقاط المهمة. النقطة الأخرى abrupt changes of rolling path as well as the back and forth movement over a short length should be avoided،
يعني يجب أن نمنع التغيرات الحادة. ما السائق مع الحادلة ليش لازم يكون بروفيشنال سائق احترافي؟ أن السائق مع الحادلة مثل ما قلنا السرعة ما يغيرها، سرعة نظامية يمشي بها، المسار مع الحادلة ما يغيره، يعني ما يكسر استيرن لا يمين ولا يسار، يمشي مسار عدل مباشرة. عملية التوقفات أو البطء نهائيا ما مسموح بها، زين. وإذا كمل المسار مالته إلى النهاية شلون راح يرجع بالباس رقم 2؟ يطلع خارج الطبقة المفروشة، يطلع خارجها، خارج أوت إلى طبقة ركامية على الكتف، يطلع يداور ويرجع مباشرة على باس رقم 2 على المسار اللي مشي عليه باس رقم 1. وإلا عملية تغيير المسار أو الوقوف على الطبقة اللي هسه قيحدلها بعدها جديدة غير مسموح نهائيا، وإنما كل المناورات وتغيير اتجاه الرولر أو الكومباكتر أو الحادلة يجب أن يتم خارج الطبقة المفروشة حديثا، وإلا راح تتعرض للدامجينج، راح يحصل بها حقيقة تلف هذه الطبقة لأن بعدها جديدة. Additionally, the roller is not permitted to stop and stand over a freshly laid mat. مثل ما قلنا ما مسموح بها يتوقف، ولهذا نقول لك دائما لازم المهندس مسؤول على أنه يشيك ويدقق على الحادلات قبل بدء الحدل اليومي، قبل بدء الشغل اليومي. يعني ما يصير حادلة قد تمشي والله خلص الوقود مالتها لازم تقف، أو والله احتاجت مثلا تزييت أو دهن انتهى مالتها، أو مثلا صار بها فد مشكلة عطب لازم مشيكة بأنه ما بها أي عطب ولا ممكن أن يحدث أي احتمال لعطل الحادلة أثناء الحدل، وإلا راح تحتاج إلى قلع هذه الطبقة اللي أنت قد تحدلها من وقفة الحادلة عليها وبعدها حارة ما بها يعني علاج المشكلة. فيجب أن تنتبه على هذه النقاط. النقطة الأخرى: With static steel wheel rollers, rolling should progress with the drive wheel forward in the direction of paving. يعني إذا قد تستخدم static steel wheel roller اللي هي من نوع الاسطوانات ذات الحادلات الملساء، طبعا على الأغلب أكو درام اللي هو يسموه درايف، ودرام اللي هو خلينا نقول مرتبط بالاستيرن اللي هو يداور. يعني دائما الدرايف منه اللي هو قوة الدفع عليه اللي هو الثقل عليه، فهذا مهم أن الرولينج should progress with the drive wheel اللي هو الدرام اللي يكون الثقيل اللي هو السحب والدفع به المحرك متصل به، لازم هذا هو اللي يكون حقيقة بالأمام ويبدأ الحدل باتجاه اللي قد نستخدمه بالحادلة أو اتجاه الفرش بالنسبة للفارشة. The greater weight of the front drum and the higher turning force tuck the material more efficiently. Tuck يعني يشد الماتيريال اللي قيدوس عليها أو الطبقة اللي بعدها مفروشة حديثا، يحاول يشده ويعمل له compaction إذا هو كان الدرايف الويل بالأمام اللي هو الثقيل مباشرة، يعني ما يخليها يسحب. إذا استخدمت الويل اللي هو الخفيف المستخدم مسيطر على الستيرن خلينا نقول، هذا شوف مرات ما بينه ثقل كافي، فايش يعمل للطبقة المفروشة حديثا؟ يخليها تسحف تمشي أمام الويل، وهذه شفناها يمكن بالصورة عرضناها في المحاضرة الماضية، تسحف أمام الويل فما تعطي حدل، يعني تعطي نوع من الروطان. فلازم نستخدم الدرايف ويل حتى نعطي حدل كفو بشكل أكبر عندئذ. Otherwise there is a danger of pushing rather than tucking. لاحظ هاي اللي قلنا عليها، إذا الدرام المستخدم وأنت من نوع الدرايف اللي هو الثقيل راح يعمل tucking، راح يشد لك الطبقة ويحدلها ويعطيها الكثافة العالية. أما إذا استخدمت الدرام الخفيف فراح يعمل pushing، راح يدفع هذه الخلطة الأسفلتية أمامه بدل ما يدوس عليها ويحدلها، وهذا طبعا غير مطلوب. An exception to the above rolling rule occurs when compacting on high gradient longitudinal slope more than 5%. طبعا الاستثناء لهذه العملية أو هذا المبدأ اللي ذكرناه إذا أنت قد تحدل طبقة أو لين بينو جريد يعني صعود، والصعود كان أكثر من 5%، ممكن عندئذ تستخدم هذه الطريقة لأنه هذا بالصعود وأنت راح طبعا راح تحدل منين؟ قلنا من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى، فعندئذ ممكن ما يصير عندك زحف إذا استخدمت الويل اللي هو ما درايف أو الدرام اللي هو ما درايف بسبب وجود هذا الجريد، فهو مباشرة راح ينام جو الدرام وبالتالي يبدأ عملية الحدل باتجاه الحدل أو الميل الطولي إذا كان بس جريد. بس بهاي العملية ممكن عندئذ
هذا المبدأ يعني ما يكون خطر في هذه المرحلة. زين، الملاحظة الأخرى، breakdown rolling اللي هو الحدل الأولي is recommended to be carried out with static or vibratory steel drum rollers. دائما يفضل أن الحدل الابتدائي يفضل أو يوصى به أو يقترح أن يكون وين، باستخدام إيش؟ باستخدام الستاتيك ستيل درام أو الفايبراتري، ممكن استخدام الفايبراتري رولرز. طبعا الفايبراتري ذكرنا قبل قليل بالملاحظات أنه إذا كانت سمك الطبقة، طبعا ما سمو قليل، إذا كان سمو قليل يعني نحيفة 4 سنتيمتر أو أقل، يكون يعني خطر استخدام الفايبراتري بالبريك داون رولينج. لكن إذا أعلى من هذا ممكن استخدام الفايبراتري عندئذ، أو ممكن استخدام الستاتيك ستيل ويل رولر، هذا دائما يفضل استخدامه بالحدل الابتدائي and finish rolling. وبالحدل النهائي طبعا ممكن استخدام أيضا الستاتيك ستيل رولر. ليش؟ يعني يعمل لك ختم ويلغي لك كل الآثار اللي ممكن تكون من رولرز على سطح الطريق. أما النيوماتيك تايرد رولرز أو ستاتيك ستيل درام رولرز، هذه طبعا مثل ما قلنا ممكن استخدامها مرات في الحدل النهائي إذا كان سمك الطبقة سمك عالي، لكن أغلب استخداماتها تكون وين؟ تكون بالحدل الوسطي. بالحدل الوسطي تعطيك أعلى كثافة ممكنة، هذه النيوماتيك تاير درولر. For leveling courses، طبقات التعديل أو للطبقات حقيقة النحيفة اللي أقل من 4 سنتيمتر، الحدل الابتدائي يفضل أن ينجز باستخدام التاير درولر. تاير درولر ممكن استخدامه في الحدل الابتدائي وين؟ إذا كان سمك الطبقات طبعاً سمك قليل، أو مرات طبقات التعديل. شنو طبقات التعديل؟ هاي مرات إذا تجي تفرش طبقة، ذكرناها بالمحاضرة الماضية، لازم أضمن أن الطبقة السفلية اللي راح أفرش عليها تكون طبقة خالية من الانحرافات، لا بيها زيادات ولا انخفاضات. فإذا بيها مثلاً نقاط زيادات وانخفاضات، أسوي طبقة تعديل تلحيم، يعني ألحم المناطق، أقشط المنطقة المرتفعة، أترس المنطقة المنخفضة، هاي يسموها طبقة التعديل. فطبقة التعديل تحتاج إلى رأس أو حدل قبل ما أفرش الطبقة الجديدة، ممكن استخدام عندئذ النيوماتيك تاير رولر في هذه المرحلة. طبعا هذه الفيجر عندك يعني فيجر عامة، خلينا نقول توضيحية، تعطيك يعني الخطوات مع عملية التبليط، كل الخطوات يعني تضم لك ما أخذناه بالمحاضرة الماضية والمحاضرة التالية. فتبدأ مثلا ممكن تتابعها تقراها أنت، تبدأ مثلا بالخطوة الأولى أنه يجي القلاب أو الناقلة اللي جايبة الخلطة الأسفلتية من المعمل، تفرغها في الهوبر مال الفينيشر أو البيفر، وحكينا عنها بالمحاضرة الماضية. وطبعا لازم من تفرغها هوني تضمن أنه يعني دائما هذا الهوبر ما يكون مليان بالخلطة الأسفلتية بصورة تدريجية، بحيث هو راح ينقله طبعا من الأمام عن طريق الحزام إلى هوني اللي سميناه الأوغر اللي هو الخلاط، وتسخنه وتخلطه ثم تحوله إلى السكريد اللي هي راح تفرشه بالمنسوب المطلوب. حاول تتابعها هذه وتقراها حتى تشوفها. ومثل ما قلنا السكريد حتى تفرش الطبقة لازم أكو نوع من الاتزان ما بين الكمية المنقولة من الهوبر إلى السكريد، يعني ما تكون عالية بحيث تعبر من فوق الأوغر ولا قليلة بحيث من أسفل الأوغر، وبالتالي احتمال سمك الطبقة المفروشة بوسط السكريد تكون عالية أو منخفضة. فلازم يكون هناك نوع من الاتزان. والطبقة اللي فرشتها بعد ما تفرشها الفينيشر أو البيفر بوسط السكريد هي راح تنجز لها ما يسمى الحدل الابتدائي، يعني أول حدل قبل البريك داون، هذا تنجزه الفينيشر تقريبا تعطي نسبة حدل تقريبا يعني 85 إلى 90%، مرات أعلى من 90% هم تنجزه هاي الفينيشر. وبقية الحدل تبجي بقى الحادلات تمشي حتى خلف الفينيشر حتى تحاول تحدله بهذه المرحلة. فهنا حقيقة الحادلة من راح تمشي لازم نكون يعني واثقين أنه درجة الحرارة مع الخلطة الأسفلتية درجة مناسبة حتى تبدأ عملية الحدل، وبالتالي نعرف نختار الحادلة المضبوطة المطلوبة، الوزن مالتها، نستخدم هزاز ما نستخدم هزاز. هذه كل الملاحظات جديرة بالاهتمام، شوية يبخ ماي على الدرامز حتى لا تلتصق هذه الحبيبات مع الخلطة الأسفلتية بالدرام، وبالتالي نقدر يعني نمشي الحادلة بشكل ناجع ونحصل على حدل بأسلوب كفو
ويكون جيد جدا. هنا طبعا هذه صورة توضيحية لعمليات الحدل والزونز مال تمبريتشر المناطق درجات الحرارة. طبعا الكومباكتيف ايفورت الجهد الحدل اللي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية فيما يخص الأنواع الحادلات، هذه النوع من الحادلة إذا كانت الحادلة السموث ستيل وير رولر فإنه ممكن يكون يعني هزاز وبدون هزاز، فإذا كانت بهزاز إذا ممكن تنجز لك عملية الحدل عن طريق البريشر يعني الستاتيك لود اللي راح تسلطه والإمباكت عملية الطرق والفايبريشن، بها ثلاثة أنواع من الأساليب الحدل ممكن تنجزه. فهذه إذا تحركت خلف الفينيشر خلف جهاز الرصف البيفر فممكن أن يكون درجة الحرارة اللي راح تحدل بها وبشكل كفو جدا تكون ما بين 130 إلى 150 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة هي أعلى شيء اللي مباشرة بعد ما تفرشها الفارشة رأسا تتحرك حادلة من هذا النوع درجة الحرارة بعدها عالية ما بين 130 إلى 150 درجة مئوية يكون الحدل مالتها حقيقة حدل كفو استخدام هذا النوع من الحادلات. المرحلة الوسطية من الحدل راح نستخدم بها الحادلات النيوماتيك تاير درولر اللي هي تكون يعني تيبيكال بهذا الموضوع، المرحلة الوسطية من الحدل الانترميديت رولينج فنستخدم بها هذا النوع من الحادلات. هذا نوع من الحادلات ينجزك الحدل عن طريق البريشر طريق الضغط اللي جاي من التايرات وعن طريق المانوبوليشن اللي سميناها النيدينج يعني عملية العجن. فإذا أسلوب الحدل يتم بنوعيتين، أسلوب اللود المسلط الستاتيك نتيجة الضغط مع الإطارات وعملية العجن اللي راح تعجنه الإطارات بسطح الطريق. هذه بالمرحلة الوسطية تكون الطبقة الأسفلتية اللي فرشناها واللي مشيت عليها الحادلة بالمرحلة الأولية طبعا كن فقدت حرارة لأنه الوقت قيمشي، فصارت تقريبا الزون مال الحرارة مالتها اللي ممكن تتحرك به هذه الحادلة ما بين 100 درجة إلى 120 درجة مئوية تقريبا، ممكن مرة يعني تصل 130 مرات حتى تتلائم مع هذه تقريبا هذه الحدود مالتها مرات 110 إلى 130، يعني هذه ليست حدية ممكن تكون بلس ماينس حدود درجة الحرارة اللي تتحرك بها هذه الحادلة. ولهذا مرات كثيرة هذه قال لك يعني ما مفضل أن تستخدمها بالحدل الأول مباشرة. ليش؟ لأنه بعد الخلطة كلش حارة، فإذا صلت الضغط عالي الإطارات على هذه الخلطة الحارة راح تعلم راح تترك مكانات التائرات على سطح الطريق، بينما بالخلطة تكون حارة جدا اللي تكون يعني بعدها ضعيفة استخدام الحادلات ذات الإطارات أو الستيل درام بهذا الشكل تكون ملساء، هذه راح تعطيها نوع من الحدل الوجه الصقيل بعد الخلطة حارة مقاومتها قليلة حتى تعطيها المقاومة الأولية، ثم تجي تشتغل هذه الحادلة خلف هذه تكمل لها راح تعطيها عندئذ كثافة عالية جدا، أعلى الكثافة راح تحصلها أنت باستخدام هذا النوع من الحادلات. الحدل النهائي الفينيش رولينج أو الفينيش كومباكشن المرحلة النهائية طبعا مثل ما تشوفون ايضا من المفضل دائما استخدام الحادلات الستيل ويل رولر وهذه تستخدم على الاغلب طبعا بدون اهتزاز بس بريشر. ليش؟ لانه الحدل تقريبا يكون كده اكتمل. شنو فائده هذا النوع من الحادلات بالمرحله النهائيه؟ بس يعطيك ختم يختم لك اياه، يعني يخرج لك الطبقه باسلوب فني مقبول. اذا اكو اثر مال التايرات كنت تركتها هذه النيوماتيك تاير درولر بالمرحله الوسطيه راح يحاول يخفي لك هي كلها. إذا أكو حقيقة شقوق شعرية هاي طبعا راح تقضي عليها، هذه راح يختم لك هي بحيث يطلع سطح الطبقة النهائية مثل المرآة بصورة نهائية، وهذه راح تشتغل قلنا بالحد الأخير بعد ما كان مضى وقت كافي بين المرحلة الأولى والثانية. الطبقة تقريبا كان بردت وصلت إلى مرحلة يعني النهائية ما بين 80 إلى 90 درجة مئوية، ممكن تراوح تصل إلى 100 أيضا 80 أو 85 مرات يقولون إلى 100 أو 90 درجة مئوية. بعد هذه الدرجة لا يسمح نهائيا لحادلة أن تمشي على الطريق، فأنت منقص درجة الحرارة، درجة الحرارة نزلت عن 80 انتهى، بعد حادل ماكو، تتوقف الحادلات لأن وجود الحادلة مثل عدم وجودها، بالعكس راح يكون تأثيرها تأثير سلبي ممكن أن تكسر الأواصر عندئذ في هذه المرحلة. فعندئذ ينبغي الانتباه إلى هذا السيكونس اللي نسميه أو التتابع الزمني لكيفية اشتغال الحادلات خلف الفارشة واحدة خلف الأخرى حتى تعمل البازز المطلوبة لغرض الوصول إلى الحدل المطلوب.
طبعا هاي تكلمنا عنها قبل قليل انه ملاحظه اخذناها بنظر الاعتبار، الحدل دائما يبدا من الجهه السفلى باتجاه الجهه العليا، هذا فيما يخص السايد سلوب للطريق، سواء كان الكراون سلوب او اذا كان عندك سوبر اليفيشن طريق باستداره، فنبدا من الجهه السفلى الحدل اول باس، بعدين اللين الثاني الجهه الاعلى الاعلى، وبعدين اخر شيء يكون الجهه العلويه. لاحظ يبدا من رقم واحد اللي هو باتجاه الاستداره الداخليه اللي هو اخفض شيء، بعدين رقم اثنين رقم ثلاثه رقم اربعه، لاحظ هنا نبدا برقم واحد هذا اللي يكون اخفض شيء، بعده رقم اثنين. ليش ما اكمل رقم ثلاثه؟ لانه هاي رجعنا لازم اكمل من هوني من الجهه السفلى، هذه راح اخذ رقم ثلاثه وبعدين هذه رقم اربعه، فعندئذ من راح امشي انا على رقم ثلاثه ورقم اربعه يفضل ان ما ادوس على هذا، هذا شنو راح يشكل عندك؟ راح يشكل عندك longitudinal joint، هذا مفصل طولي بالاتجاه الطولي، فالاتجاه الطولي انا احاول اتجنبه، يعني ما امشي الحادله على هذا، امشي الحادله الى هذا الحد والى هذا الحد، وبعدين هذا المفصل الطولي امشي باس خاص علينا يمشي فقط على هذه المنطقه، على هذه المنطقه بالاتجاه الطولي حتى اختم المفصل الطولي ما خلي ظاهر العيان. لاحظ هنا ايضا هذه توب فيو ماخوذه، هاي شنو؟ هاي الفارشه توب فيو، هذا للطريق توب فيو، هذا عرض الفارشه، قد تفرش لك هذا العرض بهذا اللين، عرض هذا اللين بعرض الفارشه، هاي الفارشه قد تمشي هذا الاتجاه الطولي مالتها. الحادله مثل هاي الفارشه، هاي خلف الحادله اللي تمشي، الحادله من تمشي خلف الفارشه طبعا الحادله عرضه ما بعرض الفارشه، الفارشه دائما عرضه اكبر، الحادله راح تمشي اول لين خلف الفارشه، الفارشه فرشت هذا بعد هسه الفرشه بعدها جديده، الحادله راح تمشي منين؟ راح تمشي راح تبدا من هوني رقم واحد. ليش من هوني؟ لانه هذا مثل ما ذكرنا اخفض نقطه بالكروس سكشن، كملت الباس رقم واحد تطلع خارج الموقع الداور ترجع الباس رقم اثنين مثلا، خلصت تجي بعدين على هذا، هذا راح تمشي به ايضا بهالاتجاه هذا. ليش بهالاتجاه؟ لان يعني هذا هو رقم اثنين اللي هو الجزء البعد اعلى من هذا، لازم انا اثبت رقم واحد حتى اسوي مسند للطريق مالتي من هالجهة، من اجي على رقم اثنين انا افرشه، اذا الاسفلت يريد يسحب بهذا الاتجاه راح يصطدم بهنا اكو كتلة ثابتة يستند عليها، فما يصير عندي عملية زحف. اخلص اروح بعدين على هذا الاتجاه الثاني، منو هذا؟ اللي هو هذا رقم ثلاثة من هنا. ليش ابدي به؟ لان هذا الجزء الاخفض، اكمله بعدين اجي على جزء رقم اربعة، فهنا المفروض هذا سائق الحادلة عنده خبرة بهالموضوع، لكن ما ممكن نعتمد عليه انا بصورة نهائية، وجود المهندس بالموقع هنا راح يوجهه اذا كان يخطئ بهذا العملية. فهذه اذا نقاط جديرة بالانتباه، هذه ايضا تكلمنا عن جزء منها حقيقة، قلنا دائما نبدأ بالحدل اذا كان عندنا longitudinal joint بالاتجاه الطولي، فاول مثلا هوني باس انجزه منين؟ بدأ من الحافة. ليش من الحافة؟ مثل ما قلنا لأنه هو الجزء الأخفض فيما يخص الكروس سلوب، بدأ بهذا عرض الدرام، بعدين لاحظ شو راح يصير؟ راح يصير هذا اللي بعد ما محدول راح يجي يتكوم بهالشكل، هذا عندك أصلا محدول قديم عندك، بعدين أجي أنقل لهذا الجزء بالاتجاه، أنا أتحرك من الحافة باتجاه الوسط، من الأدنى باتجاه الأعلى، ومن أنتقل بالاتجاه الأعلى لاحظ أسوي نوع من الانتربوليشن، التداخل ما بين الجديد مع القديم، ما بين الجديد مع القديم بحدود تقريبا 15 إلى 20 سنتيمتر حتى ألغي هذا المفصل بالاتجاه الطولي، ألغي بالاتجاه الطولي ما بين القديم وما بين الجديد. لاحظوني هسه هاي الحادلة قد تمشي أول لين، لاحظ هذا اللي هو اللين الخارجي اللي هو الأدنى، لاحظ حتى بالأدنى لاحظ الدرم مال الحافلة طلع خارج، طلع خارج بحدود تقريبا لاحظ 6 انجات تقريبا 15 سنتيمتر حتى يسوي حد المضبوط لهذه الطبقة، ثم بعدين يحول على الطبقة الثانية. إذا مشي كل الحادلة على الحافة على الحافة راح يصير عنده نوع من الستاجرينج، راح قسم يزحف من هذه الخلطة ويخرج خارج الطريق. وهنا كذلك عندنا ما يسمى هذا الكومباكتد مات، يعني هذه أصلا طبقة هي محدولة سابقا قديمة، وهذه الانكومباكتد الطبقة الجديدة، فإذا عندك طبقة محدولة مثلا من اليوم السابق لازم تترك نوع من المفصل، هذا المفصل طبعا به أكثر من طريقة، ممكن ينترك بشكل مائل، ممكن ينقطع بشكل عمودي، بس ينرش بتاكوت حتى يلزق الجديد مع القديم،
فإذا من أجد أفرش الطبقة جديدة، فرشت الطبقة جديدة، لاحظوا السمك مالتها أكبر من سمك الطبقة القديمة. ليش؟ لأنه بعد ما محدولة، هاي محدولة، أعطي 20% زيادة تقريبا ذكرناها بالمحاضرة الماضية، حتى بعد ما أحدل هاي الطبقة راح يصير مستواها بمستوى الطبقة المحدولة السابقة. ومن أمشي طبعا من أفرشة، لاحظ أفرشة جزء منه فوق الطبقة القديمة، أعمل نوع من الستاجرينج أو نوع من الانتربوليشن حتى تنحدل هذه مع هذه، يعني ما أفرش طبقة جديدة من هذه الحدود، وبالتالي لأن هذا طبقة مفصل راح تكون طبقة ضعيفة، راح تبقى بها نوع من خلينا نقول الانخفاض بعد الحدل، وتبقى منطقة لتجمع المياه ومنطقة ضعيفة تحدث بها رأس الشقوق. أخلي شوية تقريبا، لاحظ إلى إنج إلى إنج نص تبرز فوق الطبقة القديمة، حتى من أحدلها هذه تنزل كل هذا الزايد نتيجة الحدل ينزل بهذه الفراغات الموجودة وتلحم، ومع هذا طبقة المفصل راح تبقى دائما طبقة بها لو ديانسيتي، طبقة ضعف، طبقة المفصل طبقة ضعف تحتاج دائما لأخذها بنظر الاعتبار في العمليات الإنهاء والفينيشينج. لاحظ هذه أيضا نوع من السيكونس كيف يتم عملية الحدل. لاحظ عندي هذه هوني الحادلة بدت هذه على لين رقم واحد، مشيت بهالاتجاه هذا، كملت تطلع خارج الموقع الداور وترجع على لين رقم اثنين. من ترجع على لين، ما لين رقم اثنين، ترجع على نفس اللين تعمل باس، هذا الباس بهالاتجاه هذا. من ترجع على هذا اللين تعمل باس، هذا اللين الجديد يعني المسار الجديد لها، ما تعمله بعرض كامل، لازم تعمل تداخل بين وبين القديم. قد لاحظ هذا الهيدن لاين، تداخل بين وبين القديم، يعني هذا أول سكشن، هذا رقم واحد اللي مشيت بينه الحادلة بعرض الحادلة، من طلعت داورت ورجعت ما ترجع على سكشن رقم اثنين، تعمل شوية تداخل مع سكشن رقم واحد اللي كان حدلته، هذا الأوفرلاب، لازم يصير أوفرلاب مع رقم واحد. رقم واحد طلعت بترجع على رقم اثنين، رقم اثنين ما يكون بعرض جديد، جزء من العرض يتداخل مع رقم واحد، وهذا العرض مثل ما ذكرنا يعني 15 إلى 20 سنتيمتر، والبقية تأخذه من الجديد. كملت طلعت خارج الموقع، داورت ورجعت على سكشن رقم ثلاثة، هذا رقم ثلاثة قطعته، ترجع داور ترجع على رقم أربعة، بين الثلاثة والأربعة أيضا أكو تداخل، تداخل ما بين القديم والجديد. ليش؟ حتى لا يظهر مفصل طولي، لا يظهر مفصل. إذا أكمل لين وأرجع على لين بعرض جديد للدرام بجانب اللين الأولي، بين اللين القديم واللين الجديد يدخل، راح يطلع عندي مفصل. لكن عندئذ بهاي العملية من أعمل تداخل على الأقل 15 إلى 20 سنتيمتر ما بين الباس الأول والباس الثاني، راح أحاول ألغي تأثير وجود مفصل طولي ما بين الباسز الخاص بالحادلة. هذا نظام حقيقة السيكونس مال الحادلات، هذا السيكونس إذا رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة. ليش ما كملتوا رقم خمسة هوني؟ لأنه هذا وصلت تقريبا السنتر لاين أنا مال الكروس سكشن اللي عندي هوني، وجدت صدت المرحلة العالية، أتركه أروح على المنطقة الواطئة من الاتجاه الثاني مال السكشن، أبدأ دائما الحدل من الواطئ للعالي بالاتجاه العرضي، من الواطئ للعالي، وهكذا إلى أن أصل إلى نفس الجهة العالية اللي هو الكراون راح يكون بالوسط. أنا قد أخذ الساعة توب فيو، تنتبه أنت على الكروس سكشن الموجود عندك اللي هو دائما واطئ من الجوانب عالي من السنتر، فيجب أن انتبه على هذه الملاحظات هنا في هذه المرحلة. لاحظ هذه أيضا باترن النموذج مع العملية الحدل شلون يكون. فعندي مثلا هذا الباس رقم واحد بهالشكل هذا، وهذا عرض الرولر، عرض كامل، عرض كامل يعني الرولر مشيت هالساعة باس رقم واحد، طلعت خارج الموقع داورت ورجعت على نفس المسار، لأن يعني أشقلنا أقل ممر تمشي به الحادلة لازم على الأقل تمشي تو باسز، قبل قليل ذكرناها بالملاحظات، باس باتجاه الرواح، باس باتجاه الرجوع على نفس المسار اللي مشيت عليه. فهذا باس رقم واحد، طلعت داورت خارج الموقع، رجعت على نفس المسار اللي مشيت عليه برقم واحد رواح، ترجع عليه ورجوع، كملت طلعت خارج الموقع داورت، ترجع بقى على هذا رقم واحد ورقم اثنين بنفس المسار، تجي بعدين على رقم ثلاثة هذا مسار جديد، تطلع الداور ترجع على رقم أربعة بنفس المسار ولكن على نفس العرض اللي مشيت عليه ورواح ورجوع، على الأقل تعمل تو باسز حتى تعطيه نوع من الحدل خلينا نقول المقبول. وهكذا رقم خمسة على مسار، رقم ستة على نفس المسار بس هذا رواح هذا رجوع، لاحظ اتجاه السهم رواح ورجوع. إذا على الأقل لكل مسار أو عرض مال الكومباكتر أو الرولر لازم تعمل
باسين، باسينج باتجاه الرواح، باسينج باس باتجاه الرجوع، بهذا الشكل رواح ورجوع، والمداورة والمناورة وتغيير المسار يكون خارج موقع المسار المفروش حديثا والمحدول حديثا. أما هذا، هذا عرض الفارشة، هذا اللي كاتبه عرض الفارشة، الفارشة دائما عريضة، يعني الفارشة قد تمشي بعرض يعادل ثلاثة حادلات، ولهذا هذا عرض الحادلة. لاحظ عرض الحادلة، راحت ورجعت، هذا عرض الحادلة، المسار اثنين، هذا عرض الحادلة. فإذا ثلاثة مسارات الحادلة كل واحد اثنين عملت بيه رواح ورجوع، يعادل عرض فينيشر أو بيفر واحد اللي هو قيمشي بيه بهذا الاتجاه، هذا السيكونس الخاص مالته. هنا أيضا لاحظ هذه بعض الأشكال، حقيقة هذا اتجاه الدايركشن أوف بيفينج، اتجاه الفرش. هذا عندنا الدرام اللي تكلمنا عنه قبل قليل، إذا الدرام مال الحادلة كان اللي سميناه الدرايف، الدرايف درام اللي هو عليه الثقل، اللي هو عليه الدفع وقوة الدفع، لاحظ شلون يكون الحدل، رأسا راح تطلع فوق الطبقة المفروشة حديثا وتحدله، وهذا هو الشيء الصحيح. لكن إذا كان الدرام اللي استخدمناه بالحادلة الدرام غير الصحيح، يعني ما حولنا الجير مال الحادلة بحيث خلينا الثقل باتجاه الدرام الأمامي، فعندئذ ايش راح يصير؟ راح تمشي يمشي الدرام ويزحف، يسحب قدامه، يعمل بوش، يسحب قدامه الخلطة الأسفلتية، فما يعمل له حدل، هاي العملية الخاطئة. لكن من أحول الجير مال الحادلة بحيث أخلي ثقل الحادلة يكون على الدرام الأمامي، عندئذ راح يدوس على هذه الطبقة ويحدلها ويمشي بالشكل الصحيح. إذن هذا الصحيح، هذا الشكل الغلط، هذا المفروض ما يكون عندنا بهالشكل زحف، يكون عندنا عملية سميناها تك، يعني عملية شد للخلطة الأسفلتية، مع عملية بوش. هذا الشيء اللي تكلمنا عنه في المرحلة السابقة. لاحظ هاي الحادلة السعدة عندي بالاتجاه الطولي، حدلت الجزء الأول، هذا اللين الأول first lane، من تجي على second lane تأخذ جزء اللي سميناه، أشنو هذا الجزء؟ الجزء اللي سميناه interpolation، مع اللين اللي كان حدلته سابقا، ما تجي على لين جديد تبدي من نهاية اللين القديم، تأخذ تداخل مع اللين القديم جزء يعادل تقريبا مثل ما قلنا 15 إلى 20 بلس ماينس سنتيمتر مع اللين القديم، حتى ألغي تأثير ما يسمى longitudinal joint، راح يطلع عندي ما بين اللين الأول اللي حدلته واللين الثاني، وهكذا أخلص اللين أرجع اللين الثالث وأعمل تداخل مع اللين الثاني بهذه المرحلة. طبعا هذه top view للrolling longitudinal joint اللي راح يتكون عندي، واللي أنا عندي هاي الرولر، طبعا هذا الجزء ما محدول، هذا الجزء المحدول، هاي الرولر، هاي top view هسع، هذا توب فيو، هذا فرونت فيو، هذا توب فيو، توب فيو. لاحظ من تمشي الحادلة هذا الجزء المحدول، هذا الجزء الما محدول، فتاخذ ما بين الجزء المحدول والجزء الما محدول نسبة اللي هي الانتربوليشن، تعادلت مثل ما قلنا 15 إلى 20 سنتيمتر، حتى تميت كل longitudinal joint ممكن يظهر عندي، وهو دائما منطقة من مناطق الضعف. هاي من الملاحظات حقيقة الجديرة بالانتباه. أيضا من الملاحظات المهمة والجديرة بالانتباه فيما يخص الحادلات، واللي ذكرناها ضمن سياق الشرح قبل قليل، أن الحادلات مالتنا يجب أن ننتبه عليها، نشيك خزان الماء الموجود بها، يكون الخزان مليء بالماء. ليش؟ لأن تحتاج أن تسوي سبريدينج أو ترش ماء بنسبة قليلة على الدرامز حتى لا يلصق بها الخلطة الأسفلتية، خاصة بالحدل الأولي، فلازم الماء يعني ما واصل للحد المينيمم. اكو طبعا خزان ماء واكو سكيل بي، والسائق موجود يعرفه، لازم خزان الماء مليان، ما انا قد احدل والماء خلص عندي واحتاج اوقف الحادله حتى اجيب ماء، هذا لا يمكن. لازم اتشيك واتشيك النوزلات الموجوده بالحادله انه تكون كلها مفتوحه ما مسدوده، البخمه الماء مالتها بالريت المطلوب الدقيق. كذلك اتشيك الوقود مثل ما قلنا مع الحادله، لازم تكون مفوله وقود غازويل، شوف على ايش تشتغل، الدهن موجود بها للمحرك كامل، ما عندي مشكلة، ما أنا قد أشتغل ويأشر المؤشر تحتاج دهن أو هذا، لازم الحادلة تقف وما شابه، لازم كلها تكون مشيكة خطوة بخطوة. أيضا فيما يخص الحادلات، لازم أشيك القاشطات مثل ما قلنا، هاي مثل السكاكين الرقيقة الموجودة أمام الدرامز. ليش هاي موجودة؟ حتى لو لصق شيء بالحادلة هذه ممكن تنظف رأسا، تقشط الأشياء الغريبة اللي راح تلتصق بسطح الدرام، وبالتالي تعلم لي على الحدل. لازم أشيكها تكون كلها شغالة صحيحة وبحافات حادة.
ايضا اذا كان من نوع النيوماتيك تاير درولر الحادله لازم اشيك ضغط الهواء، ضغط الهواء يكون الجهجات مع الهواء موجوده وتشتغل، ضغط الهواء بالاطارات اذا ازيد الضغط اقلل الضغط كله شغال، يكون الكمبريسر مع الهواء شغال بحيث اقدر ازيد واقلل الضغط حسب ما هو مطلوب عندي لانجاز الحدل المطلوب. وهنا مثلا حسب وزن الحادله منطيك يعني هذه قيم تيبيكال ليش قد يكون ضغط الهواء بكل اطار من الاطارات اعتمادا على وزن الحادله، هاي كلها لازم نكون مشيكه. هذه كذلك هنا تعطيك حقيقه يعني لما ذكرناه بالطول، الطول ايش قد اللي راح تقطعه الباس للمسار الواحد الحادله، ذكرنا انه اذا كان الطبقة اللي قد تفرشها طبقة ثخينة السمكة عالي ما راح تفقد الحرارة بسرعة، ممكن أطول المسار اللي راح تمشي به الحادلة قبل ما تطلع الدور وترجع تعيد المسار، هذا المسار أطوله. لكن إذا كانت الطبقة رقيقة لا، لازم هذا المسار اللي تتحرك به الحادلة هذا يكون مسار قليل كم متر بس، ليش؟ حتى لا تبرد، لأنه إذا سويته طويل على ما تطلع تتناور وترجع كم بردت درجة الحرارة مع الطبقة. فهنا مثلا مسار لاحظ مقترح، طبعا هي المسار النموذجي يعني ممكن يقترحوه مرات ما بين 30 إلى 40 متر، ممكن الحادلة أمشيها طول المسار اللي راح تمشيه وتحدل به الطبقة تطلع بعدين الداور وترجع على هذا 30 أو 40 متر مرة ثانية، تكمل وتروح على 30 40 متر اللي بصفة، تكمل وترجع على 30 40 متر وهكذا. إذا هذا طول المسار اللي تتحرك به الحادلة لكي تحدل الطبقة المفروشة حديثا، يزيد إذا زاد سمك الطبقة، يقل إذا قل سمك الطبقة. فهذا مثلا المسار الأول second rolled field أول 20 هوني مقترح 20 أو 30 متر مثل ما قلنا، وتطلع تكمله هذا ترجع بعدين على المسار الثاني اللي وراه. وطبعا مثل ما ذكرنا أول باس دائما أو أول لين اللي تحدله اللي هو قريب من الحافة، ليش؟ لأنه يكون الأوطأ رقم واحد، وبعدين اللي بعده أعلى يكون رقم اثنين، وبعدين اللي بعده ثلاثة، وإذا حبيت تبدأ من الجهة الأخرى راح يكون أربعة وبعدين خمسة وبعدين ستة يكون بالوسط مثلا وهكذا. فلاحظوا أن الساعة واحد اثنين بدأ بعدين واحد اثنين من الجهة الأخرى، والوسط دائما يكون أعلى شيء اللي هو يكون بالأخير أحدله بحيث أخلي المفصل الطولي راح يصير بمنتصف الحادلة الموجودة عندي حتى لا يعمل لي أي مشكلة في هذه المرحلة. هذا نوع الباترنز اللي ممكن هذا. ولاحظ هذه هنا كذلك تكلمنا عنها قبل قليل، هاي كلها صور بس توضيحية لغرض حتى تفهم الشرح اللي شرحناه قبل قليل. لاحظ هاي الحادلة عندي هذا الغامق شنو، هذا الهوت أسفل اللي هو هسع مفروش حديثا، هذا الفاتح شنو، هذا اللي كان فرشته برد يجوز مع الشغل اليوم السابق. فأنا من أمشي الحادلة لاحظ أمشيها بحيث ممكن يكون أغلب الحادلة على الجزء البارد وآخذ النقطة اللي هي الانتربوليشن 5 إلى 20 سنتيمتر، 15 طبعا إلى 20 هي المفضل تكون مع الجزء الحار. هذا أشنو؟ هذا بالنسبة للنجوتينول جوينت إذا بالمفصل الطولي، أو ممكن يكون بالمفصل العرضي. هذا من نوع اللي إيش الكولد أون هيت، يعني أنت قد تمشي أغلب الحافلة على البارد وتأخذ جزء حار فقط معاها، هذا يكون بارد على الحار. قلنا هذا ما يفضل دائما، ليش؟ لأنه أنت على ما تمشي الحادلة للنهاية وترجع هذا الجزء يكون كمبرد، بينما أنا المفروض أمشي أغلب الحادلة عندي على الحار وخلي 15-20 مع البارد حتى أكون قد ضمنت حدل الطبقة الأسفلتية الحارة قبل ما تبرد. هذا طبعا بالاتجاه الطولي لحدل المفصل الطولي حتى لا يتكون، أعمل انتربوليشن 15-20 سنتيمتر. طبعا هنا مكتوب 5 يعني عندك مجال من 5 لكن اللي اغلب يا 15 الى 20. هذا لاحظ بالاتجاه العرضي اذا عندي مفصل عرضي ايضا راح امشي الحادله عندي ما بين 15 الى 20 سنتيمتر، عمل استقرد او انتربوليشن حتى ادمج ما بين التبليط القديم مع التبليط الجديد وبالتالي امنع تكون مفصل عرضي ما بين الاثنين في هذه المرحلة. طبعا هنا عندنا لاحظ هذه ايضا نفس الكلام نفس المفهوم، هذا الباس الاول اللي عملته الحادلة هذا كأنما الدرم او الاطار مال الحادلة، بنعمل الباس رقم 2 اللي هو موازي للباس رقم 1، ما اعمله بصورة موازية اللي هو 100%، اعمل تداخل يعني الباس رقم 1 هو هذا الباس رقم 2 جزء منه يدخل ضمن الباس رقم 1، هذا الجزء يعادل تقريبا مثل ما قلنا 6 انجات او 15
سنتيمتر، هذا السكند باس، هذا بالاتجاه الطولي، وهذا الكلام مشروع هنا. كذلك هذه عندي العملية الحدل الرول داون الموجود عندي، لازم لاحظ الطبقة فرشتوها أنا، السمكة يكون أعلى من الطبقة بعد الحدل. لاحظ إيش قد تنزل، إيش قد تنزل، قلنا ممكن يخفض سمك الطبقة بمقدار 20%. فأنت هذا الحدل اللي قد تسوي لك هو الدرام أو التاير قد خلي لك الطبقة تنزل، قد تزيد الكثافة، تقلل الفراغات بمقدار هذا الارتفاع، راح تنزل الطبقة. هذا الارتفاع طبعا يختلف حسب نوع الخلطة الأسفلتية وتصميمها، يعني يتراوح هنا. طبعا لاحظ هذا الكلام مشروع هون عندك، إيش قد تعمل انخفاض بالطبقة بعد ما تحدلها بالحادلة؟ تقريبا الانخفاض اللي يصير بارتفاع الطبقة بعد الحدل يتراوح ما بين 15 إلى 25%، 15 إلى 25%. إذا كانت الخلطة الأسفلتية اللي قد تحدلها أنت من نوع السوبر بيف، كنت صممتها بطريقة السوبر بيف اللي هي خلطة كلش يعني كثيفة متماسكة، ممكن تحدث عندك إلى حد 25% يحدث قلة. أما إذا كانت من نوع الخلطات اللي يعني مرات تكون بها فراغات، هذا SMA، هذا طبعا نوعية ما كنا أخذناها، يسموها ستون ماستيك أسفل أو PFC، هذه من نوعية أخرى ما كنا أخذناها حقيقة. هذه من نوع الخلطات اللي بها نفاذية، تكون نفاذة للماء، يعني استخداماتها قليلة على الأغلب، ممكن تستخدم مثلا في مواقف السيارات أو ما شابه بها يعني فراغات كثيرة. فعندئذ هذه ممكن أن يعني ما ننزل هذا بها، نستخدم حقيقة نوعية حتى densification أو نوعية rolling أو compaction، نوعية خاصة بحيث الهدف أنه أبقع الفراغات، أبقع الفراغات. فممكن أعمل يعني تنخفض الارتفاع مال الطبقة بعد الكومباكشن بمقدار 15%، يعني معدل انخفاض الطبقة بعد الكومباكشن راح يكون 20%. ولهذا قلنا عند فرش الطبقة جديدة لازم أعطيها ليفل تقريبا 20% أكثر من السمك المقرر بالمخططات، أخذ بنظر الاعتبار بعد الحدل، بعد الحدل لازم تصل للسمك النهائي المقرر في المخططات. هذه حقيقة أغلب النقاط أو الملاحظات المهمة المتبقية حقيقة من عملية الحدل أو ما تخص حدل الرصف الأسفلتي، واللي هي كلها أغلبها شغلات تتعلق بالجانب العملي. فإذا كان هناك حقيقة استفسار أو سؤال يتعلق بالموضوع، يعني البريد الإلكتروني تعرفوه واضح أمامكم، وأعتذر أيضا على الإطالة، لكن يعني الكلام كثير، فإن شاء الله تكون تستفادون من هذه الملاحظات يعني هسا أنت كطالب، ومستقبلا إن شاء الله تتذكرها إذا ما اشتغلت مشاريع تتعلق في الطرق. وجزاكم الله خيرا.